السلام عليكم شباب زينه، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير، اليوم جبتكم حصة قديمة درتها في 2019 في وقت كورونا، في هذه الحصة تطرقنا إلى محركات لا تزامنية، ومع التلاميذ تاعي حليت بكالوريات من 2015 حتى 2019، هذه الحصة هتساعدكم بزاف، رغم أنه ليست حصة احترافية مثل الحصص الأخيرة، لكن متأكد باللي حتساعدكم بزاف لكم محركات لا تزامنية، فاصل ثم نواصل. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم باذن الله وش راح نديرو راح التمارين تاع محركات بالضبط تمارين تاع من بكالوريا 2015 حتى بكالوريا 2019 حتى الموضوع الثاني تاع بكالوريا 2019 قبل ما نبداو في المحركات حبيت نعطيكم واحد الملخص خفيف واش تحتاجوا بالضبط في المحركات بلا دارت الاستطاع ودوائر التحكم في المحركات اول حاجه واش نحتاجو اول حاجه نبداو بها هي سرعه التزامن ان اس والله يسميوها سرعه دوران الحقل المغناطيسي الدوار سرعه دوران الحقل المغناطيسي الدوار ان اس تساوي تساوي 60 في اف اللي هي لا فريكونس ولا التواتر تاع الشبكه وعلى بالنا في الجزائر التواتر تاع الشبكه ديما واش يساوي يساوي 50 هرتز على بي بي هي عدد ازواج الاقطاب المغناطيسيه هكذا اذا ان اس تساوي 60 اف على بي ووحدة زول وحدة تاعها زول على الوحدة تاعها ان اس وحدة تاعها هي دورة تور سير مينيت دورة خلال دقيقة هكذا وثاني حاجة السرعة أخرى اللي نحتاجها بزاف هي سرعة دوران المحرك، والله يسميها سرعة دوران الجزء الدوار في المحرك. وهذه السرعة راح تكون أقل بقليل من ان اس. وهذه n ما عندهاش قانون، هذه n يعطيها لنا في لو حتى المواصفات. ان هذه كذلك وحدتها دورة خلال دقيقة. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعطيك سرعة دوران المحرك بأوميغا ما هلكش لكش بان ان هي دوره خلال دقيقه بي اوميغا واش يقصدوا به سرعه الزاويه وسرعه الزاويه خي على بالكم قد خي وحدتها راديان على ثانيه كي يعطي لك اوميغا اول حاجه اول حاجه واش ديرها اوميغا حولها الان كيف تحول الان اوميغا اضربها في 60 واقسمها على 2 بي اس باش نوصل لوحده تور سير مينيت ركزوا على اوميغا جامي جات اوميغا بمي قادر هذا العام تجيكم سرعه الزاويه بعد ما عرفنا في المحركات ان اس سرعه دوران الحقل المغناطيسي وبعد ما عرفنا سرعه دوران المحرك كاين قانون واحد اخر هو الانزلاق انزلاق واش معناتها انزلاق الدوار في الحقل المغناطيسي اذا انزلاق واش يساوي يساوي ان اس هي سرعه التزامن ناقص ان هي سرعه الدوار على ان اس وحذاري حذاري تختزلوا لي ان مع ان اس هكذا كاين اختزلوها يقول لك ان اس ناقص ان على ان اس تساوي ناقص ان اوكي آه، ثالث حاجه ثالث حاجه بعد ما عرفت ان اس وعرفت الان وعرفت الجي ثالث حاجه أي. مهمه واش هي آه، يوسف آه، يوسف توتيت يوسف راك تسمع فيها انا نسمع فيها آه، كاش ما يجي سؤال ولا كذا قول لي انت جماعة اللي عنده سؤال والله يطرح سؤال يكتبوا يكتبوا ومن بعد يوسف يمليه لي هكذا باه نجاوبكم على الاسئله تاعكم ان شاء الله كامل تكونوا سمعتوني وش آه، واش قلنا لازمنا نعرفو ان اس ونعرفو ال ونعرفو جي واهم حاجه في المحركات اهم حاجه اهم حاجه اللي حاب يفهم المحركات واش لازم يركز لازم يفهم شجره الطاقويه شجره الطاقويه هذه فيها كل قوانين تاع المحركات اللي يفهم شجره الطاقويه شجره الطاقويه ديك ماكم تشوفوا دايره كي شجره جذع تاعها كبير ومن بعدها يبدا ينقص ينقص ينقص, ينقص حتى نوصلوا هنايا اوكي وهذه الشجرة واش يديروا فيها يديروا فيها كل استطاعات والضياعات كما تلاحظوا في الغصن في الغصن هذا نسميهم استطاعات وهنا التفرعات التفرعات راكم تشوفوا فيهم هذا هو نسميهم نسميهم ضياعات نبدا اول حاجه كي نركبوا المحرك ونوصلوه بالشبكه ثلاثيه الطور المحرك هذا واش يدير يا جماعه راح يمتص استطاعه استطاع الاستطاعه اللي يمتصها نسميها الاستطاعه الفعاله الممتصه انتم على بالكم باللي قانون تاع الاستطاعه الفعاله هو الجهد في التيار في كوز في مين المحرك اللي عندي واش هو المحرك يا جماعه محرك خي ثلاثي الطور بما انه محرك ثلاثي الطور الاستطاعه عرفتوها عند اساتذه تاعكم مهما كان ربط نجمي ولا مثلثي الاستطاعه المنتصف ماذا تساوي تسوي, تسوي؟ جذر ثلاثه في جهد المركب للشبكه جهد المركب تاع الشبكه تاع الجزائر 380 في التيار خط للشبكه في كوز في في كوز في اذا هذا واش نسميوها نسميوها الاستطاعه المنتصر فعاله للمحرك ومحرك راهو ثلاثي الطور هذا نبداو يدخلوا على بالك ما عادش <applause> بعد ما المحرك اول استطاعه المنتصر هي استطاعه المنتصر من بعد هذه الاستطاعه وين تروح تروح للساكن الساكن يا جماعه فيه وشائع ولا ما فيهش وشائع هذا هو الساكن اول ضياع هاي في الساكن هو ضياعات بمفعول جول والله نسميوها ضياعات حراريه ولا نسميوها ضياعات أه نحاسيه الى اخره هذه الضياعات جماعة شوفوا هذا ارتفاع هذا صغير شفتوا هذا ارتفاع صغير ارتفاع الاحمر هذا نقص منه هذا الارتفاع الاخضر هذا الضياع شو سميوه نسميوه جول ستاتور شو معناتها ضيعات بمفعول جول في الساكن ضيع بمفعول في ضيع بمفعول جول في الساكن عنده ثلاث احتمالات من بعد انا نشوفهم في التمارين اما يساوي أه ثلاثة على اثنين ار مربعه ولا يساوي ثلاثة ار اي مربع ولا يساوي ار اي مربع من بعد نشوفه في التمرين بالتفصيل ان شاء الله وقتها نديروا هذو الاحتمالات ثلاثة من بعدها الاستطاعة هذه زيد يضيع منها ضياع اخر وهو ضياع ضياعات الحديدية وهذه الضياعات الحديدية هي قيمة ثابتة تعطى من طرف الصانع تعطى من طرف الصانع من بعد واش راكم تلاحظوا جماعة راكم تشوفوا هذا الارتفاع شوف هذا الارتفاع راكم تشوفوا هذا الارتفاع الازرق ارتفاع الازرق هذا واش نسميوه؟ نسميوه الاستطاعه منقوله من واش؟ منقوله الى الدوار، شغل جات من ساكن وراحت الدوار، هذه الاستطاعه لو كان نجي نحسبها مباشره، هذا الخط الازرق واش يساوي يا جماعه؟ الخط الازرق هذا واش يساوي؟ يساوي الخط الاحمر هذا، واش معناتها؟ بي ا ناقص خط هذا صغير اللي جول ناقص باد فير ستاتور اذا مباشره بي الاستطاعه منقولة إلى تي بتيار ماذا تساوي؟ تساوي بي أ ناقص بات جول ستاتور ناقص بات فار ستاتور وهذه عندها قانون ثاني عندها قانون ثاني جماعه قال يجيك لكم السؤال يقول لك احسب لي استطاعة منقوله الى الدوار ما يمدلكش بي ا ما يمدلك حتى حاجه واش يمدلك؟ يمدلك سي او ام واش هو عزم كهرو مغناطيسي يمدلك ان اس اذا بي تي واش تساوي؟ تساوي 2 بي ان اس على 60 في سي او ام وفي نفس الوقت يا جماعه هذا يقول لك احسب لي عزم كهرومغناطيسي سوام عزم كهرومغناطيسي سوام مش يساوي كنا نقول لهم طرف الثاني سوام سوام مش يساوي يساوي الاستطاعه منقول إلى الدوار في 60 على 2 بي ان اس حاولوا احفظوا قوانين بهذا الشكل من بعد وصلنا جماعة الاستطاعه وين وصلت وصلت للدوار كما تلاحظوا هذا هو الدوار دور هذا ثاني فيه هو شائع اذا راح يضيع فيه ضياع اخر كذلك سميو بيرجول جول ضيعات بمفعول جول في الدوار وهذه الضيعات تحسب والقانون تاعها واش يساوي؟ يساوي جي الانزلاق عرفنا القانون تاعه اللي هو ان اس ناقص ان على ان اس في بي تي ار اللي هي استطاعة منقولة الدوار وبي تي ار هنا عرفناها اش معك نحسبوها عندها زوج قوانين اما تساوي استطاعة ممتصة ناقص بي جي اس ناقص بي بيرد في ستاتور ولا تساوي 2 بي ان اس على 60 في سي هكذا راكم معايا من بعدها كاين ضياع اخر هو ضيع حديدي هذا الضياع الحديدي يجمعها في الدوار هو قيمته صغيره بزاف تؤول الى صفر يعني كما هذا التفرع تقدر تنحو ديرو زيرو اذا ضياعات الحديديه في الدوار ديما تساوي صفر من بعد واش راكم تلاحظوا بقى لي هذا الارتفاع استطاعه جديده هذه الاستطاعه الجديده جمعها واش يسموها اسمها استطاعه الميكانيكيه استطاعه الميكانيكيه دي واش تساوي انطلاقا من الاسهم السهم هذا البنفسجي واش يساوي يساوي اما السهم الازرق ناقص سهم البرتقالي يعني بتيار ناقص بادجو روتور ولا وش يساوي؟ يساوي استطاعه ممتصه ناقص بادجو ستاتور ناقص بيرفيت ستاتور ناقص بادجو روتور هذه شو الإستطاعة استطاعه الميكانيكيه من بعد هنا الدوار يجي دور الدوار كي يجي دور راح يحتك راح راح يضيع ضيعه جديده هو ضيعات عن طريق الاحتكاك وهذه الضيعات يسميوها نسميوها ضيعات ميكانيكيه، وهذه ضيعات الميكانيكية كذلك تعطى من طرف الصانع، تعطى من طرف الصانع، واخر استطاعه اللي دور دور نسميو استطاعه الصافيه، ولا نسميو استطاعه المفيده، اذا الاستطاعه المفيده من شجره طاقة واش تساوي جماعه؟ المفيده اما تساوي استطاعه ميكانيكيه نقص ضياع الميكانيكي، إما تساوي الإستطاعة منقوله إلى الضوء ناقص بير جول رطور ناقص بير ميكانيك، ولا واش نقولوا إستطاعة الصافيه المفيده واش تساوي؟ تساوي إستطاعة الممتصة ناقص كل الضياعات، ناقص كل الضياعات، وهذه الإستطاعة المفيده عندها قانون آخر يتعلق بالعزم المفيد، ركزوا معايا، استطاعة المفيده واش تساوي؟ تساوي 2 بي إن، إن هنا راكم تلاحظوا في البي هي إن إس، مهنا واش هي؟ 2 بي إن، يعني سرعة الدوران الدوار. على 60 في سيو حيث سيو وش هو العزم المفيد يعني قاعدة هنا ثاني استطاعه مفيده ما يمد لك حتى حاجه ما يمد لك لا لا مردود ما يمد لك لا استطاع ممتص يقول لك احسب لي استطاعه احسب لي استطاعه مفيده ويعطيك العزم المفيد اذا الاستطاعه المفيده واش تساوي 2 بي ان على 60 في العزم المفيد ولا قاعد يجيك سؤال يقول لك احسب لي عزم المفيد واش يساوي عزم المفيد سيو لو كان هذا نقول للطرف الثاني سيو وش يساوي يساوي استطاعه مفيده في 60 على 2 بي آه. الان هذه كامل نسميوها شجره طاقويه وكاين مقدار اخر اللي هو المردود والمردود يساوي يساوي المخرج على المدخل ويساوي استطاع المفيده على استطاع الممتصه ولا يساوي استطاع المفيده على استطاع المفيده زائد كل الضيات هذا حوايج لازم تعرفوهم في المحرك كي تعرف هذو حوايج وتخرجهم وتعرف ترسم الشجره الطاقويه باذن الله باذن الله المحرك راه يكون سهل قاطو اسهل من ماكله هكذا روحوا التمارين تاعك وي تفضل كاين يعني يزيد يزيد درقيق صح قال لك استطاعه اللي يكتبها لنا في لوحه الصانع واش هي مفيده ولا منقصه؟ ايوا هذا السؤال انا رايحين لهم شوفوا في لوحه الصانع في لوحه الصانع واش راح يمد لك؟ راح يمد لك استطاعه المفيده ركزوا معي استطاعه المفيده سرعه الدوران راح يمد لك سرعه الدوران المحرك سرعه الدوران المحرك راح يمد لك المردود راكم معايا راح يمدلك عامل الاستطاعه ويمد لك الجهد والتيار درك نشوفوا في لوحه المواصفات يعني اول تمرين راح نديرو راح يمدلي لوحه المواصفات ونشوفو واش في لوحه المواصفات اوكي هاي نبداو في اول تمرين ان شاء الله ركزوا يا جماعه حاولوا مره جايه عاودوا رسموا هذه الشجره الطاقويه وعاودوا فهموها مليحه هكذا روحوا اول تمرين عندنا أول تمرين عندنا وش هو؟ هو باكالوريا 2015 موضع ثاني، باكالوريا 2015 موضع ثاني فيها أسئلة بزاف على المحركات. هي الباكالوريا الاستثنائية اللي داروا فيها أسئلة بزاف على المحركات. إذا كاين سؤال لاحظوا معايا واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة أسئلة. نبداو في الأسئلة، السؤال الأول. السؤال الأول واش قلنا؟ فسر معلومات مسخ على لوحة المواصفات، دوك نجاوبوها. نجاوبوا عليها. سؤال 16 ما هو الاقران المناسب للفات الساكن على الشبكه على اجابتك دوك نعرفوا كيف نختاروا الاقران مع التعليل بعدها واش قال لكم عند تشغيل اسمي، اذا علمت ان المقاومه اللفات الساكن مقاسه بين طورين جماعه كي مثلك هذه لازم تسطروا تحتها هي كلمه مفتاحيه واش قال لك المقاومه بين طورين بعد نشوفوا واش نقصدوا بها ار تساوي 5 اوم والضياع في الحديد الساكن بيرد جو... فير ستاتور يساوي 160 واط سؤال احسب الانزلاق نقدر نحسبوه استطاع الفعالة الممتصة في ا على بالنا واش تساوي جذر ثلاثة في الجهد المركب في تي في كوست في العزم المفيد اخي شفناه قبيله جمع عزم المفيد واش قلنا يساوي عزم المفيد سي يو يا اخي قلنا يساوي 60 في الاستطاعه المفيده على 2 بي ا 20 أه أه ضيع بمفعول جول في الساكن من بعدها استطاع منقوله الى الدوار، من بعدها ضيع بمفعول جول في الدوار، من بعدها ضيع ميكانيكي، واخر حاجه ارسم داره الاستطاع لهذا المحرك. نبدأ في السؤال الاول. السؤال الاول، عندي هذه هي لوحه المواصفات. اول حاجه 6.65 امبير، ركزوا معايا مليح، شوفوا معايا مليح هنايا. كما كما راكم تلاحظوا، وراه الرسم. وراهو مستطيل. شوفوا معايا. شوفوا معايا هنا تلاحظوا في المحرك يعطي لك قيمتين جهد 220 فولت وجهد 380 فولت 380 فولت يناسبه ربط مثلثي و 220 فولت اه ربط نجمي عفوا و 220 فولت ربط مثلثي كل جهد يعطيكم عهد التيار تاعه اذا واش يقول لك اذا كان ربط مثلثي المحرك واش راح يمتص راح يمتص 6.65 امبير واذا كان ربط نجمي كان نربطه ب 380 فولت المحرك ده يمتص 3.84 أمبير على هذه جماعة ركزوا مليحة إذا كان ربط تاع نجمي ها هو راه تيار امتصاص 3.84 هذا اللي تحسب به وإذا كان ربط مثلثي هذا هو التيار اللي تحسب به نكملوا إذا 6 اصبر راني ليو هذه 6.65 نسميو تيار اسمي في حالة ربط مثلثي 3.84 واش هو هو التيار الاسمي في حاله ربطه نجمي زيدوا 0.78 كوز في اللي هو عامل استطاع ولا معامل استطاع يساوي 0.78 76 كما راكم تلاحظوا مردود قد يساوي يساوي 76% يعني 0.76 زيدوا عندي هذه 1440 كما قلت لكم في لوحه المواصفات ديما يعطينا سرعه الدوران الدوار ماشي سرعه التزامن ولا سرعه حقل المغناطيسي الدوار اذا هذه واش تسميوها سميوها n انا واش تساوي 1440 دوره خلال دقيقه 1.5 كيلو وات هي الاستطاعه المفيده الاسميه يعني في لوحه المواصفات يا يزيد ديما يعطينا الاستطاعه المفيده يعني الاستطاعه الصافيه الخاليه من الضياعات هكذا من بعدها 220 هذه وش هو توتر اسمي في حالة ربط مثلثي وهذا وش هو هو اصبر نتذكر هذه اوكي آه هذا الاسم تاع محرك لا تزامني اوكي اوكي آه 40 راهم يدخلوا بزاف اصبر انت كنكت نقبل هذا اوكي اوكي ايوه السلام عليكم استاذ هذا وين تخرج واش راكم ديروا وعليكم السلام <applause> ورحمة الله وبركاته شوف يا بنيتي رانا نحلو في بكالوريا 2015 موضوع الثاني الأسئلة تاع المحركات وبالضبط رانا في سؤال 15 أول سؤال هو لوحة المواصفات هكذا صح. صح أول حاجة بنا فيها تسمية المقادة الموجودة في لوحة المواصفات آخر حاجة وصلنا لها هذا هو شو اسم المحرك وريفيرونس تاعو وآخر حاجة 40 درجه مئويه هي هي درجه الحراره الاعظميه التي يحافظ فيها المحرك على خصائص الاسميه واش معنى تحافظ على خصائص التيار الامتصاص المردود الى اخره و50 على بنا بها واش هي 50 هرتز هي لا فريكونس ولا التواتر تاع الشبكة. هكذا من بعد هذاك واش نديرو نمحيوا الاطارات هذا واش نديروهم كلير اوكي هنا هذه لوحه المواصفات لوحه المواصفات تجمعوا علاش تركزوا لي كما قلت لكم اسطاع مفيده اللي يعطيها لك اسطاع مفيده السرعه اللي بدها لك في لوحه المواصفات هي سرعه دوران الدوار وتركزوا لي على 380 و 220 والتيارات هكذا روحوا الاسئله سؤال 15 روحوا سؤال سؤال واش هو 16 هاي سؤال 16 واش قالنا قلنا ما هو نوع الاقران المناسب للمحرك ام 4 باه نعرفوا الاقران المحرك اول حاجه جماعه واش لازمنا نجيبوا نجيبوا جهد الشبكه هكذا جهد الشبكة اللي عطاهنا هنا، جهد الشبكة يا جماعة ديما يعطيه لكم أسفل جدول اختيارات، ديما ركزوا عليها، ديما يعطينا أسفل جدول الاختيار هنا جهد الشبكة عندي فيه جهدين 220 هو جهد البسيط و 380 جهد المركب، المحرك خي ثلاثي الطور، إذا المحرك باش يتغذى، يتغذى ب 380 فولت، إذا وش نديروا؟ نسطروا تحت الجهد المركب الكبير في الشبكة اللي هو 380 فولت، من بعد وش نشوفوا؟ نزيدوا نروحوا نشوفوا لوحة المواصفات تاع المحرك، لوحة المواصفات تاع المحرك كما راكم تلاحظوا فيها جهدين جهد 220 صغير واش يقول لك ربط مثلثي والكبير ربط نجمي دوك السؤال المطروح شكون اللي يساوي جهد الشبكه هيا رانا في نوع الاقران قلنا باه نعرفوا نوع الاقران اول حاجه واش نديروا نصدروا تحت الجهد المركب تاع الشبكه 308 هو اللي نحتاجوه ومن بعد هذا الجهد نشوفوا شكون اللي يساويه ولا قريب ليه يا جماعه جماعه ماشي شرط يعطيكم هنا 380 لو كان يعطيكم 400 فولت هنايا في الاقران النجمي 400 فولت 400 فولت قريب 380 هنا واش نقولوا اقران نجمي ماشي لازم شاطي يساوي لازم يساوي او يقاربه كما كنت تلاحظوا 380 ربط نجمي 220 ربط مثلثي شكون اللي يساوي جهد الشبكه المركب اللي هو ربط نجمي اذا هنا واش نقولوا هنا واش نقولوا آه نوع الاقران هو اقران نجمي تعليل كما نعلو جمع عندي زوج طريقتين تعليل لان كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط 220 فولت هذه كيف تعرفوها كي ترسموا الشبكه وديروا الربط تلاحظوا باللي كل ملف يتغذى ما بين فاز هكذا ما بين فاز وفاز ماشي هو جهد بسيط ولا واش نقولوا تعليل ثاني نقولوا لان الجهد المركب للشبكه 380 فولت يساوي الجهد الاكبر في لوحه المواصفات للمحرك هكذا هذا بالنسبه للسؤال الاول هو سؤال كلاسيكي روحوا السؤال اللي بعده واش هو السؤال رقم 17 سؤال رقم 17 قالنا احسب الانزلاق عرفنا قبيله الانزلاق واش يساوي يساوي سرعه ان اس على ناقص ان على ان آس. هنا كما راكم تلاحظوا هنا ما عطانيش ان اس في هذه الحاله واش لازم لي لازم لي ان, آن اس نستنتجها كيف نستنتجها عن طريق هذا الجدول واش راكم تلاحظوا في هذا الجدول قسمته على ثلاث اعمده عمود الاول فيه عدد ازواج الاقطاب فيه كل مره مدوا قيمه ومرة ثانية واش نحسبوا؟ نحسبوا ال اس وهنا عندنا 1440 هي الدورة سرعة الدوران الدوار سرعة التزامن هي السرعة أكبر بقليل من واش؟ من سرعة الدوران المحرك وفق واش يا جماعة؟ وفق العلاقة هذه ال اس يساوي 60 اف على بي واش نبداو نديرو؟ نبداو نجربو في حالة عدد الأزواج الاقطاب بي يساوي 1 واش يولي قانون هذا؟ يولي ال اس يولي 60 في 50 على 1 السرعة واش تساوي؟ تساوي 3000 شكون تلاحظوا راه مازالت كبيره بزاف نزيدوا نشوفوا احتمال ثاني، عدد الأزواج الأقطاب يساوي 2، واش تولي؟ تولي 60 في 50 على 2، تخرج 1500، مازالت كبيرة عليها. نزيدوا نجربوا الثالثة والرابعة، واش نلاحظوا شكون هي السرعة الـ سرعة التزامن في هذه الحالة؟ واش قلنا هي السرعة أكبر بقليل من سرعة دوران المحرك. أتكون 3000 صحيحة ولا 1500 صحيحة؟ إذا ان آس هنا واش تساوي؟ 1500 دورة خلال دقيقة، وعدد الأزواج الأقطاب يساوي 2. إذا بتعويض في واحد واش تساوي؟ ركزوا معايا. بتعويض في واحد نجد جي يساوي 1500 اللي استنتجناها ناقص 1440 على 1500 انزلاق جي واش يساوي؟ يساوي 0.04 بدون وحده ويساوي ويساوي 4% 4% هذا الشرط كيف؟ الجدول شرط نديروه ماشي شرط انا حبيت نبين لكم كيفاه تستخرجوا بصح كي لو كان تصام جدول الاستاذ والاستاذ مصحح شوف الطريقه تاعك نموذجيه حتى في التصحيح واللي يتساهل معاه يقول لك هذا وراه فاهم ما خطفهاش ما كاش مع التلميذ ولا كذا ولا استاذ هكذا. عدد الاقطاب كيف نجيبوه واش هو عدد ازواج الاقطاب كيف نجيبوه نجيبوه باستنتاج بت... ها واش قلنا قلنا لما بي سي واحد قد هكينا سعر التزامن لقينا الثلاث، الثلاث مازالت كبيرة بزاف على 1440، صح ولا لا؟ بعد قلنا لما بي يساوي اثنين، عدد أزواج أقطاب بي يساوي اثنين، قد لقيناها؟ 1500 1500، من بعد كي قلنا ثلاثة، لقينا لقينا أقل منها، القيمة الصحيحة شكون؟ 1500، 500. إذا عدد أزواج أقطاب هنا يساوي بي يساوي اثنين، وعدد الأقطاب وش يساوي في هذه الحالة؟ أربعة، شغل زوج أه شمال زوج أه جنوب، كيفاه؟ سما نسيو عدد الأقطاب هيا تبدأ تجرب قيم حتى تخرج اي ولا 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 شوف قاعد يجيك سؤال يقول لك احسب عدد الازواج طب يعطيك سرعه التزامن يعطيك ان اس هذه عتولي عادي بلا ما تسيء هكذا بالنسبه للانزلاق صاي سؤال 16 صاي روحوا السؤال اللي بعده واش هو 18 كنا في سؤال 17 معنا سؤال 18 سؤال 18 طلبنا أه. يا جماعه ركزوا معايا مليح الاستطاعه الفعاله الممتصه ب ا استطاع الممتصه هذه جماعه عندها قوانين بزاف اول قانون اللي نخدموا به بزاف ديما نخدموا به بي او تساوي جذر ثلاثه في الجهد المركب تاع الشبكه في التيار الخط في كوز في هكذا هنايا الجهد المركب عطاه لي ولا ما عطاهليش ليش خلينا 880 والتيار جمع خي قلت لكم قبيله تولهوا لي هذه بما انه الربط اللي عندي واش هو خي رب ربط, ربط نجمي معناتها ندي 3.84 اطونسي وتدو 6.65 باسكو الربط اللي عندي راهو ربط نجمي فاهمين عليه هذه واش تساوي في 3.84 في مع في كوست في، واش هو السؤال؟ فهمت اللي قلت لنا نجمي احنا احنا السؤال اللي قبل كي بدينا نحلو التمارين قال ما هو نوع الاقران؟ خبر هنا الاقران قلنا واحد. اقران نجمي صاي باسكو لقينا جهد الشبكه يساوي 380 فولت هذا من بعد كي يطلب منك حسابات اخرى قيمة التيار كما تلاحظ في لوحه المواصفات قد أعطانا قيمة التيار، عطانا زوج قيم واه <applause> كاينه قيمه 3.84 وكاينه قيمه 6.65 65 آه هذو القيم نخدموا بهم على حساب الرب تاعي اذا كان الرب نجمي 380 تيا المحرك شو اللي يمتص 3.84 امبير راكي آه معايا واذا كان <applause> المحرك الرب تاعو مثلثي تيا شو اللي يمتصو 6.65 امبير انا وشو نوع الرب تاعي واه <applause> الرب نجمي معناتها نحسبوا نخدموا بهذا التيار دونك سي تخدمي ب 6.65 لو كان جربت مثلثين ولا نخدمو ب 6.65 اوكي اه على حساب الاقران على حساب الاقران صح نروحو نكملوا كما كنت تلاحظوا الاستطاعه ديما موتصر... دي نخدمو ب 380 فولت كيفاه ديما نخدمو ب 380 فولت شوف نعطيك حاجه عاد تخدمي بها ديريكت ما ضالي تقولي 120 فولت لا اخدمي بجهد المركب تاع الشبك. الشبكه الشبكه تزيد قد جهد المركب تاعها راك تسمع فيها 380 فولت كي يعطي لك لوحه مواصفات المحركات ديما ركزي على جهد المركب تاع الشبكه ما ظل تحوسي ما والو هكذا مانيش الاقران هنايا ما يهمش ماشي واه الاقران ما يهمنيش باسكو ما نقدرش ندير اقران مثلثي بجهد الشبكه تاع الجزائر على هذه نخدم ب فولت ما يهمش اقران ما يهمش بجهد الشبكه تاع المركب اوكي, أوكي. استطاعات راك في اليوتيوب برهنه تاع كيف باللي ديما يكون جهد <applause> هذيك هذيك اللي يحب يروح القناة و يلقى الفيديو تاعها ان شاء الله اوكي نروحوا لي بعدها شوفوا معايا الطريقه الثانيه كاينه طريقه واحده اخرى نحسبوا بها الاستطاع المتصل الاستطاع المتصل نحسبوه عن طريق المردود على بالنا المردود اجمع المردود شو يساوي يساوي المخرج على المدخل المخرج تاع الشجره الطاقويه هي استطاع المفيده على المدخل هو الاستطاع المتصل اذا استطاع المنتصف ماذا تساوي هنا؟ تساوي الاستطاع المفيدة على المردود، اسكو عطانا استطاع المفيدة ولا ما عطاهاش؟ عطاها لنا والمردود عطاها ولا ما عطاهاش؟ كذلك أعطاها لنا إذا واش يساوي؟ يساوي الاستطاعه المفيدة 1.5 كيلو واط لازمنا نحولوها الوحدة الدولية، جماعة ركزوا على الوحدة الدولية تقسيم 0.76 اللي هي المردود وتساوي 1973 واط تلقى ديما متقاربين هكذا هذه الطريقة الثانية روحوا كيش ما كان سؤال بالنسبه للاستطاعه المتصاع نروح السؤال اللي بعده ما كانش نروح سؤال... السؤال اللي بعده كاينين هاي استاذ قول قدام طريقه كاين غير زوج برك نجيبهم يا من المردود يا من القانون هذا هاي كاينين كاينين هم مموحدة. عندهم في البكالوريا الاخرين دوك يجو كاين مثلا يقول لك احسب استطاعه المتصاع تم قياس الاستطاعه بطريقه واط مترين في واحد وفي اثنين هنا شفتوا استطاعه المتصاع في واحد زائد في اثنين كاين كاين اوكي ايه صحيح 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 راه سؤال رقم 19، سؤال رقم 19 قالنا لنا احسب العزم المفيد. جماعة العزم المفيد واش قلنا بلا شجاعة الطاقوية واش قلنا يساوي عزم المفيد سيو؟ قلنا يساوي 60 هكذا في استطاعة المفيدة على ال 2 بي ان هكذا واش يساوي؟ اوكي نقبلو هذا هنا جماعة وقتا نستخدموا هذا القانون؟ وقتا نستخدموه؟ كي يعطي لي اوكي قبول نستخدم هذا القانون لما يعطي لنا سرعه المحرك بدوره خلال الدقيقه وحنا 99% من اسئله المحركات ديما سرعه دوران المحرك خطاط بدوره خلال دقيقه على هذه نخدموا ب 60 في استطاعه مفيده على 2 بي هكذا واش يساوي يساوي 60 في 1.5 في 10 قوه 3 استطاعه مفيده حولناها لوا على 2 بي ان وسرعه دوران المحرك 1440 اذا سي يو يساوي 9.95 نيوتن في متر عنده قانون اخر وش يسوي عزم مفيد، يساوي اسطاع مفيدة على سرعه الزاويه للمحرك هذا وقت نحتاجه وقت نحتاجه كيعطي كي لي سرعه دوران المحرك راديا خلال ثانيه اوكي وهذه ثم آه مستحيل دي ما يعطيها هنا ديما إحنا نخدموا بوحده الدوره خلال دقيقه متفاهمين عليه هذه يا جماعه متفاهمين عليه هذه وانا مش خلي ما تجيش بخبي نكتب اوكي روح السؤال اللي بعده بعد ما كملنا سؤال رقم 19 نروحوا سؤال رقم 20 سؤال رقم 20 الف قال لك احسب ضياع بمفعول جول في الساكن بارجو ستاتور جماعه بارجو ستاتور بلا حكينا عليه قلنا عنده ثلاث احتمالات ركزوا معايا مليح افهموا هذو الاحتمالات قلنا احتمال الاول بارجو ستاتور وش يساوي يساوي ار اي مربع وكتير يساوي ار اي مربع واش يقول لك يقول لك تم قياس مقاومه ملف واحد هذه وحده ونوع الاقران هو اقران مثلثي اش معك نسمع فيها الو انا وي وي انا معاك استاذ المشكل الكونيكسيون فيها بال ولا معاك هيا، شوف معايا باجو ستاتور واش تساوي تساوي ار اي مربع هذا قانون صحيح لازم يقولك تم قياس مقاومه ملف واحد في المحرك ونوع الاقران اللي درتو لازم يكون كان عندي نوع الاقران هو مثلث هذا احتمال اول احتمال ثاني باجو ستاتور واش يساوي يساوي 3 ار اي مربع وقتها يقول لك باللي قسنا مقاومة ملف واحد بصح الاقرار اللي كان عندي هو نجمي وكاين الاحتمال الثالث باد جون يساوي 3 على 2 ار اي مربع وقتها هذا يصلح هذا القانون كيقول كي لك المقاومة المقاصة بين طورين ماشي طور واحد كما كنا نشوف وهنا ما يهمناش نوع الاقرار نجمة. كي كيقول لك تم قياس مقاومة بين الطورين. هنا ما يهمنا لا اقرار نجمي لا مثلثي اذا باد جون 16 يساوي 3 على 2 ار اي مربع انا نرجع المسألة تاعي شوفوا انا وش في السؤال تاعي التيار التيار تعود المقاومه مقاسه بين طورين ندوه تيار الربط النجمي ولا تيار الربط المثلثي كيفا تيار هنا اي لا 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 تبقى ديما تخدم الربط النجمي ديما شفت هذاك التيار بعد ما دير اقران عاد اخدم بهذاك التيار تمارين كامل تخدموا بهذاك الاقران اوكي باقي الاسئله تخدموا بهذاك التيار تفهمنا عليها اوكي احنا كان عندي اقران نجمي نحسن نخدم بهذاك التيار روحوا اللي بعدها بعدها وش قالنا احنا شوفوا معايا قال لكم عند التشغيل الاسمي اذا علمت ان المقاومه مقاومه لفه الساكن مقاسه بين طورين هنا واش ندير هذه نولي نسطر تحتها في هذه الحاله شكون القانون الصحيح من هذو ثلاثه هذا الاول خطا هذا الثاني خطا في هذه الحاله واش نستخدموا القانون الثالث باسكو علاه قالنا المقاومه مقاسه بين الطورين مهما كان ارى اذا فاج جوستاطور واش يساوي يساوي ار على ثلاثه اه ثلاثه على اثنين ار ار ا اي مربع واش يساوي ويساوي 3 على 2 في 5 في 3.84 المنهاز تقيل لكم ها راكم تشوفوا التيار جديد في الاقران النجمي ويساوي 3 على 2 في 5 في 3.84 مربع بارجو ستاتور واش يساوي جماعه يساوي 110.6 واط صحو هذه يعني واط ماشي اوم واط باسكو راه ضيعات وضيع هو نوع من استطاعات الضائعه هكذا اسكو كاين سؤال هنايا بالنسبه بيرجو ستاتور صاي بيرج عندها ثلاث احتمالات اذا قال لكم مقاومه مقاسه بين طورين تساوي ثلاثة على اثنين أر ام مربع مهما كان الربط اذا قال لكم بلي مقاومه طور واحد هنا واش تولي احتمالين اذا كان ربط نجمي يقولوا تساوي ثلاثة أر ام مربع اذا كان ربط مثلثي واش تقولوا أر اي مربع هذا بالنسبه سؤال 20 الف ب واش قالنا ب ركزوا معايا يا جماعه با واش قالنا احسب الاسطاع منقوله للدوار بي تيار وراء بي جمع مشيو هذا دقيقة نمشيوهم شوفوا معايا واش طلب قال لي احسب لي هذا الارتفاع اللي هو الاستطاعة المنقولة إلى الدوار انطلاقا من الحصيلة الطاقوية هذه الاستطاعة جمع واش تساوي شوف انا نرسمها لكم بالاسهم ها مرم الاسهم الاستطاعة المنقولة الدوار شنو هو اللون تاعها هو سهم الازرق سهم الازرق هذا واش يساوي كما راكم تلاحظوا يساوي السهم الاحمر اللي هو استطاعة منتصف ناقص السهم الاخضر ناقص السهم الاصفر اذا السهم الاحمر واش هو بي تي ار يساوي بي ا ناقص السهم الاخضر هو بيرت جول ستاتور ناقص السهم الاصفر واش هو بيرت فير بيرت فير. ستاتور بي ا حسبناها حسبناها بيرت جول ستاتور ثاني حسبناها وبيرت فير ستاتور عطاها لنا اذا واش تساوي 1973 ناقص 1100 فاصل ستة ناقص مية وستين إذا استطاع المنقولة إلى الدوار تساوي ألف وسبعمية واثنين فاصل ربعة هكذا أسكو هذا سؤال صعيب جماعة جماعة لو كان مثلا لو كان مثلا ما عطاكمش استطاع منتصف ما عطاكمش بير جوستاطا ما عطاكمش بير فير واش راح يمد في هذه الحالة؟ تأكدوا راح العزم الكهرومغناطيسي يقول لك أحسب لي استطاع منقولة الدوار أوكي ديما ركزوا على العزومة ما تنساوهمش هكذا كاش سؤال هنايا وش هو السؤال تفضل 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 استاذ مش طالب بي تي ار في الاسئله واحنا حسبناها هنا آه لا لا كاين مطلوبه راح شوف الاسئله مليح والله اطلب مني طلب مني احسب سموه آه ضيع ضيع بمفعول الجول في الدوار اللي يسوي الانزلاق في الإستعمار ونقول الى الدوار أنا نورمال طالبها ولا مش طالبها؟ شوف مليح طالبها استاذ أه. هكذا هاي طالب, آه، طالب، هاي لو كان قال لي ثاني لو كان قال لي احسب لي ضيع بمفعول جول في الدوار ضيع بمفعول جول في الدوار واش يصير؟ يصير انزلاق في بيتيا وي تفضلي استاذ قلت لنا نقدروا نحسبوها بطريقه واحده اخرى كيفاه؟ واش هي هاي وراه راك تشوفي لاسوري مشيرة الفأرة <applause> ها أه واش تساوي خلاص خلاص إيه. سويتني في ان اس على ستي في سي او ام كي يعطيك سي او ام تقدر تحسب بها اوكي العزم تما هنا لازم يعطي لي العزم ها يعطيك العزم ولا ولا ثاني تقدر تحسب بها منا لو كان مثلا يعطيك الاستطاعة الميكانيكيه يعطيك بيجو ثاني هذي شو تساوي تولي هذه زي هذا الضياع صح ولا لا هذا يعطيك استطاعه مفيدة استطاعه مفيدة يعطيك هذا الضياع ثلاثه تساوي زيد هذا الضياع ثلاثه الى اخره اوكي روحوا صح نروحوا بعدها بعدها سؤال مزال واش طلب منا؟ صبروا نقبلوا هذا هذا حكيم مصباحي ايه سؤال جيم قالك احسب ضيع بمفعول الجول في الدوار بي خي عرفنا بي ضيع بي واش يساوي؟ يساوي الانزلاق حسبناه في الاستطاعه منقول الدوار، من منقول الدوار من ثاني حسبناه، في هذه الحاله واش تساوي؟ سفر صفر صفر وحدة كيفاه؟ وحدة العزم كيفا؟ وحدة العزم نيوتن في متر قوة في الذراع كي تلف لك كي تلف العزم مش هو قانون تاعو اللي في الفيزياء خي قوة في الذراع وحدة القوة نيوتن وحدة الذراع هو المتر تولي نيوتن في المتر أوكي, أوكي. هيا فهاد الطارش روتور واش يساوي ازلاق في استعمال منقول الدوار تساوي 0.04 في ألف وسبعمية واثنين وتساوي وتساوي ثمانية وستين فاصل و أوكي مازالونا اسئله والله خلاص أه سؤالي بعده 20 سؤالي بعد 20 في قالكم يا جماعه هذا سؤال مليح هذا سؤال مليح ضيع الميكانيكي غالبا ضيع الميكانيكي يعطي هنا الصانع هكذا صح ولا لا كما هنا ما عطاهناش طلبوا طلبوا منا إحنا نحسبوا راكم تشوفوا وراه ضيع الميكانيكي هذه شويه هذا اللون الاخضر واش هو هو ضياع ميكانيكي يا جماعه جماعه السؤال هنا واش طلب مني قال لك احسب ضياع الميكانيكي ضياع الميكانيكي هذا هو الارتفاع تاعو إنت إنطلاقة مرسم، ضيع ميكانيكي واش يسوي يا جماعة؟ قادر يساوي استطاع الميكانيكي هذا اللون الأخضر، اللي وش هو ناقص استطاعة المفيدة، صحيحة ولا لا؟ لا؟ قادر واش يساوي؟ قادر واش يساوي كما هنا واش عطانا؟ استطاع الإستطاعة منقولة الدور حسبناها، حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ حسبناها، وباتجو عنا عندنا حسبناها، والإستطاعة المفيدة عطاها في لوحة المواصفات، إذا شوف كاع عطيتها بالخطوط. انا هنا حاب نحسب الضياع الميكانيكي اللي هو خط الاخضر هذا الخط الاخضر يا جماعه واش يساوي يساوي الخط الاحمر واش هو وهو استع منقول الدوار هكذا واش هو ناقص خط الازرق هو الاستطاعة المفيده ناقص الخط البرتقالي اللي هو بيرجول روتور اذا الضياع الميكانيكي واش يساوي استع منقول الدوار ناقص استع المفيده ناقص بيرجول روتور السؤال هذا فهمتوه جماعه ولا ما فهمتوش الضياع الميكانيكي اذا مشينا في الفرق تخرج مش شكل شوفي شوف معايا شوفي واش طلب مني سؤال أحسب ضيع الميكانيكي ضيع الميكانيكي هو قادر يعطيه لك الصانع قادر يطلب 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 منك تحسبه ما قانون احنا احنا نستنجروا القانون تاعو اوكي شوف هذا الارتفاع هذا الارتفاع صغير لو كان نقول لك احسبيه لي كيف تحسبيه يقول يا استاذ هذا الارتفاع يساوي هذا الارتفاع الاخضر ناقص الارتفاع الازرق صحيح ولا مش صحيحه هنايا ارتفاع الاخضر ناقص ارتفاع الازرق صحيح ولا ماشي صحيحه جاوبيني صحيحه بصح اسكو عطى الاستطاعه الميكانيكيه ولا ما عطاها ليش ما عطاها ليش الاستطاعه الميكانيكيه واش نشوف نولي راح نشوف الخط الاحمر اذا هذا الارتفاع من هذا الخطوط كامل واش يساوي هذا الارتفاع خير يساوي الخط الاحمر هذا ناقص خط الازرق معناتها الاستطاعه منقوله الى الدوار ناقص الاستطاعه المفيده كي ناقصهم واش يبقاو يبقى, يبقى, يبقى يزوج ضياعات يبقى لي بارت ميكانيك وبارت جول هكذا وبارت ميكانيك واش واش تولي تساوي؟ تولي بي تي ار ناقص اسطاع المفيدة ناقص خط البرتقالي نعم. اللي هي بي جي ار. اوكي. هذه على هذه لازم لكم شجرة طاقة. استاذ تقدر برك تشوفوا غير من القانون برك. بي ام ناقص بي أم ناقص, بي أم ناقص بي او، بي عوضها بما تساويها. هي بي تي ار ناقص بي جي ار، هذا من القانون برك. أكيد. أكيد أكيد زيد تربطها بهذه وتخرجها تاعها عادي وحتى تخرج العزم الميكانيكي منها ثاني. اوكي. نروحوا اللي بعدها. آه صاي كملنا. عندنا بارد ميكانيك اللي لقيناها لقيناها 1702.4 ناقص 1500 اللي هي استطاعة المفيدة ناقص 68.09 اللي هو الضياع مفعول جول في الضوء واش يساوي واش يساوي بارد ميكانيك يساوي 134.31 فاصلة و هكذا روحوا اللي بعدها السؤال اللي بعدها السؤال اللي بعد واش هو سؤال رقم 21 قال لكم ارسم لي دار المحرك يا استاذ استاذ وي تفضلي استاذ لما درنا بي ميكانيك تساوي بي تيير ناقص بي جيير وبي جيير هي جي في بي تيير كيف ما فهمتش المقصود تاعك بي ميكانيك كون حسبناها بطريقه واحده اخرى درنا بي تيير ناقص بي جيير وبي جيير هي جي في بي تيير شنو قلتيلي لي باللي ميكانيك شو سوي؟ تو سي بي تي ار ناقص بي هكذا اها هذه استطاعه ميكانيكيه صحيح اها استطاعه ميكانيكيه ومن بعد استطاعه ميكانيكيه ومن بعد شو تقولي من بعد تقولي بي ام ناقص بي شو سوي؟ بي بير ميكانيكي، صحيح اها خلاص اي صحيح صحيح صح صح آه عوضتي احنا قدرناها دفعه واحده وانت جبتيها خطوه خطوه اوكي اها نروح السؤال اللي بعده السؤال اللي واش هو دارت الاستطاع المحرك ام واحد جماعه دارة, دارة الاستطاع اول حاجه لازم نعرف نوع الاقلاع اسكو مباشر ولا غير مباشر هذا نلقاوها في جدول الاختيارات اذا قال لي مباشر معناتها هيكون اتجاه دوران واحد ولا اتجاه هيد. اذا قال لي غير مباشر معناتها اقلاع نجمي مثلثي هكذا انا في في التركيب هنا واش قال لي اقلاع مباشر اتجاه دوران واحد اقلاع مباشر اتجاه دوار واحد. اول حاجة محرك ثلاثي الطور نجيب له شبكة ثلاثي الطور لين ا آه لين دو لين طروا. من بعدها ندو منهم ثث اسلاك. المحرك قبل ما نوصلوا المحرك، أول حاجة واش لازمنا نجيبوها جماعة؟ نجيبوا القاطع عازل مع الفواصل. سكسيونر افيك فيزيبل. هكذا نسميه كي واحد. سكسيونر هذا جماعة واش وظيفته؟ واش وظيفته هذا جماعة؟ وظيفته غلق وفتح يدويًا، معناتها لازم يدخل فيه الانسان يغلقوا. ويفتحوا يدويا وفي نفس الوقت فيه فيه الفواصم، وش وظيفه الفواصم؟ وظيفتها حمايه من التيارات العاليه، تيارات القصر الى اخره. هكذا من بعد سكسي وهذه دارة الاستطاعة معها ديما ثابته. هذه اللي, اللي, اللي نرسموا فيها، في كل دواء استتعدي ديما هذا الجزء ثابت، مرسم هذا اللي نرسم فيه. موجود في كل دارات. هكذا من بعد سكسي يجي وي تفضل بسبب الفواصم هذوك هما المنصهرات نفسهم المنصهرات صح كي يزيد التيار اكثر من التيار الاسمي وش راح لهم؟ ينصهروا ويقطعوا التيار المحرك به يحميوا المحرك هكذا صالح. جماعه في الداخل الاستطاعه ديما اول عنصر هو سكسيونر افاك فيزيبل بعد سكسيونر ديما وش يجي يجي كونتاكتور هنا الكونتاكتور جماعه تنصوا تسميو مثلا كأم ام والله لازم تشوفوا جدول الاختيار شوفوا المحرك ام واحد واش قال لكم محرك ام واحد <applause> آه، كونتاكتور تاعو اسمه كآم واحد لازم هنا واش ندير لازم هنا نسميه كآم ام فانا في مدار الاستطاعه اولا نجيبو ثلاث اسلاك من واش من شبكات ثلاثي الطور من فاز ا فاز دو فاز طروا مستحيل انه نربط هذه الشبكه بالمحرك لازمنا هناك عناصر عناصر هذه لازم تجيب بالترتيب ديما في لوحه الاستطاعه اول عنصر اللي نضيفو هو آه سيكسيونور افيك فيزيبل واش معناتها قاطع عازل مع الفواصل القاطع عاد جماعة، هذا واش وظيفته هذا واش وظيفته وظيفته غلق وفتح يعني شغل يتغلق ويتفتح يدويا واش معناتها يدويا يجي شخص يغلقه ولا يفتحه هكذا كما حنا دي اللي راه في الدار دي جونكتور اوكي هذا واش نسميه نسميه كي واحد سيكسيون هذا وظيفته فتح وغلق يدويا وفي نفس الوقت فيه الفواصل الفواصل واش وظيفتها فيزيبل يا جماعه واش وظيفتها وظيفتها في حالة ارتفاع التيار ولا القصر وش يصير هم ينصهروا هذو الأسلاك تاعو كي ينصهروا واش الدارة على المحرك اوكي إذا واش وظيفته غلق وفتح يدويا وحماية المحرك من التيارات العالية بعد سكسينر ديما واش يجي بعد السكسيونور ديما واش يجي يجي الكونتاكتور الكونتاكتور واش وظيفته جماعة الكونتاكتور واش وظيفته وظيفته فتح وغلق آليا شكون يتحكم في الكونتاكتور يتحكم فيه الوشيعة الوشعة هذه وين جايه جايه في دار التحكم حنا ماشي غنخدموا دار التحكم راح نخدمو دار الاستطاعه فقط الوشعة هذه واش اسمها اسمها ك ام واحد ك ام واحد لو كان تروح دار التحكم 24 فولت تلقى وشعة واسمها ك ام واحد كي تما غلط الوشعة هذو ثلاثه واش يصير يتغلقوا انيا مع بعض يتغلقو مع بعض ويتفتحوا مع بعض فهمتو هذه سميتها ك ام واحد هاو قال لي بلي محرك ام واحد هو المنفذ المتصدى تاعو ك ام واحد من بعد كونتاكتور شي جي ديمة جي ديمة يجي ديما يجي ديما مرحل حراري المرحل الحراري هذا جماعة واش وظيفته وظيفته فتح الدارة في حالة وجود فرطة في الحمولة كي المحرك يمتص التيار أكثر من تيار اسمي أو تي. كي الحمولة أكثر من حمولة اللي يطلعها هو ولا اللي ولا إلى آخره هكذا هذا المرحل وش نسميه لازم يروح متمن الأمن لاحظوا بلي عندي اربع مراحلات باسكو عندي اربع المحركات بما ان المحرك الاول سموه ام واحد اذا المراحل تاعو هو ار تي واحد على هذه هنا واش نسميه نسميه ار تي واحد من بعد المحرك يجمع واش يجي آه من بعد المراحل الحراريه واش يجي المحرك اللي هو مع ام موتو مع no. معناتها موتور 3 معناتها 3 فاس وهنا متناوب وهنا زدت الايكراك واش معناتها لهزتها راني نقصد بلي الربط تاعي هو ربطة نجمي اوكي المحرك هذا اللي حكى لي عليه واش قال لي؟ قال لي محرك اقراو مليح محرك اقلاع مباشر راكم تشوفوا اقلاع مباشر مزود بمكبح بغياب التيار المكبح هذا وش تفضل <applause> شنو معناتها غياب التيار؟ غياب تيار معناتها كي تقطع عليه التيار هذاك المكبح لازم يفريني لازم يحبس الدواء هل... إيه خلاص ماذا المكبح هاي، جماعه مات جماعه مات جماعه مات تخيلوا مات تخيلوا معايا بساط بساط في قاروره بساط شكون يدوره بساط شكون يدوره خي المحرك محرك لو كان القاروره هذيك توصل مثلا الكتروفان المحرك واش لازم له اسكو لازم يحبس دفعه واحده ولا استاذ استاذ وي تفضلي الو أستاذ يحبس رويدا رويدا ولا اني يحبس ديرك؟ انيا علاه هذه الوشاعه لا يعني غت... شوف 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 معايا شوف غت... معايا شوف معايا كي تغلق كاء واحد كي تغلق كآم واحد تلقاه وين يروح يمر هذا الوشاعه ثلاثه وشاعه أه. ثلاثه تمغطوا صابون هذيك على الدوار ترفع المحرك يدور هكذا بصح أيوه. كي تفتح كآم واحد غياب التيار كي تفتح كآم واحد اسكت تيار مورا الوشائع هذو ثلاثه ما يمرش ليهم صابون هذيك واش تولي تعاود فيها نابض تعاود تضغط على الدوار كي تضغط على الدوار واش دير له جماعه كيما الفيلو واش دير له تفريني ولا ما تفرينيش؟ <applause> إذا هذا شو المكبح هذا يفريني إيه الدوار في حالة غياب التيار أوكي وركزوا معايا مليح لازم ديما يجي أسفل كونتاكتور هذو الخطوط الثلاثة. أتونسيو ديرهم فوق كونتاكتور أتونسيو أتونسيو لازم يجيو تحت الكونتاكتور. تفتح كونتاكتور، صابون هذي تضغط على الدوار الدوار يتوقف. أوكي هاي كاش أسئلة هنايا. أستاذ اوبليجين نزيدو هذيك اللي قرا لا دالت على لا لا ماشي شرط ماشي شرط ماشي شرط زدتها كومبلي كومبلي راه المحرك تاعي اقلاع نجمي اه اقرا نجمي اوكي استاذ يعطيها انا هو وإحنا نكملوها ولا نرسموها من الاول وحدنا دارت استطاع ترسمها وحده ده كومبلي دارت استطاع شوف قصي راك تشوف هذا الجزء هذا كومبلي هذا الجزء الناقص هذا هذا ديما ثابت م. في اي دار الاستطاعة هذا ديما موجود هذا ما يتبدلش وقت يتبدل كي لك مثلا بالمكبح تزيد له المكبح هذا يقول لك مثلا اتجاه الدوار راح تزيد له السموه زيد له كونتاكتور على التوازي هكذا ديما هذا هو ثابت ديما ثابت هذا اوكي السيت السيت وي تفضلي استاذ في حاله ربط مثلثي مثلا واش تبدل في هذه الدار؟ قلبي هنا دلتا ربط مثلثي اقلع نجم اقلاع مباشرة، ها قلبي هنا دلتا بار أه. هذا مكان هذا مكان ولا ما تكتبيهاش اصلا هاي أه. أو أه. صح هاي روحوا سؤالي بعده روحوا السؤال بعده استاذ كي يقول لك كي يقول استاذ تفضلي كي يقول لك محرك يدور باتجاهين ومعه مكبح كيف يكون التوصيل تاعو نزيد نزيدو كونتاكتو كان من على التوازي وهذا مكان وهذا اللي كيبقى خلوه كما اسفل ار تي واحد هاو كاين هذا نورمال سؤال اوكي فهمتي السؤال ولا ما فهمتيش ما فهمتش راكي تشوفي كأم واحد هذا اصبري دقيقه شوف شنو ندير نورمال هذا <applause> كاين okay. في باك 2016 ولا 2017 <applause> هكذا نفس الرسمي يقول <applause> يدور باتجاه شوف شوف اه سيبرمي هذه ها نبحي هذه اوكي اوكي واش ندير هذا ديرو سي هكذا استاذ كان ست رسومات على ما اظن ها ورا اتجاه دوران مثلا هذا سمى له ام واحد دروات هذا مثلا سمي كا ام اثنين قاش هكذا من بعد شنو نزيدو ورا الادراج اصبر نرسمو بالسمو خير هكذا واش نولو نديرو باه ندير دل... اوكي اوكي شوفي التماس الاول هاك شوف كان نخدم فيه صبر صبر نحيك بلي نعاود شوفوا معايا في التماس الاول اخي هذا هو التماس الاول نديه بلون واحد اخر باه ما يبان لون واش واش نديرو مثلا نديرو البنفسج شوفوا التماس الاول هكذا نربطو بواش بالطور الاول هكذا ومخرج تاعو لازم نربطو بالطور الاول هذا التماس الاول وي عاد عندك باك 2016 روح 2016 موضوع ثاني كاين الرسم هذا اي آه اسم نكملها آه حاب نخدم الاتجاه الدوران تعرف الملمس الثاني شوفوا الملمس الثاني ركزوا معايا مليح ربطوا بالطور الثاني كيفاش نعكسوا الاتجاه الدوران تاع المحرك على بالكم المحرك بين تز... لا تزامن ثلاث طوابع نعكس الاتجاه الاتجاه طور... تاعو يقول لك عكس بين الطورين هكذا التماس الاول وصلته في الطور الاول التماس الثاني شوفوا مدخل الاول تاعو في الطور الثاني ما خرج لازم يكون جماعه لازم يكون في الطور الثالث هكذا والتمس الثالث اللي بقالي باش يبدا باش مربوط خيب الطور الثالث والمخرج تاعو لازم يكون في الطور في الطور واش هو الطور الثاني هنا واش درت آه كي تغلق التماس هذا الاول يدور محرك في الجهه اليمنى آه كي تغلق الملمس الاول كأم واحد يدور محرك في الجهه اليمنى كي تغلق هذا واش يصير له يتعكس الاتجاه تاعو باسكو انا عكست ما بين طورين هذا واش نسميه دارت الاستطاعة لمحرك يدور باتجاهين مزود بالمكبح في غياب التيار هذا هو الجواب تاعك ان شاء الله وصلتك الفكرة اوكي نكملوا خدمتنا اوكي مفهوم مفهوم استاذ ايوا روحوا نكملوا نورمال كاين هذا سؤال ثاني في ما اعرف روحوا التمارينات اللي بقاو اوكي هذا كملناها صاي آه هيا روحوا اللي بعدها اللي بعدها بكالوريا 2016 موضوع الاول هكذا واش قال لكم؟ قال لكم محرك أداة نجارة خصائصه التالية 550 واط جماعة الاستطاعة اللي في لوحة المواصفات ديما واش هي؟ الاستطاعة المفيدة خاطر تفاهمنا عليها. هي، 2940 سيرمينيت السرعة اللي مدهلك في لوحة المواصفات ديما هي سرعة المحرك ماشي سرعة التزام سرعة التزام هنا راح تكون في أكبر منها من كوز في معامل الاستطاعة 50 هرتز لا 220 فولت يا جماعه ركزوا معايا مليح 220 فولت و 380 فولت شو يقصدوا بها في لوحه المواصفات معايا الصغير هو ربط مثلثي والكبير واش هو ربط نجمي هكذا سؤال 14 ما هو الاقرار المناسب للفات الساكن على شبكه التغذيه علم هاي ورا شبكه التغذيه يا جماعه والجهد هذا 380 380 ميني... فولت واش يساوي في لوحه المواصفات يساوي الجهد الاكبر اذا ربطوا هو نجمي آه على الاجابه معليش احسب الانزلاق ال ان عطاها هنا من بعد نحسب نستنتج ان اس ومن بعد السؤال 16 قال لنا احسب العزم المفيد جماعه كاينه واحد الملاحظه جدول الاختيارات ديما ركزوا عليه ها جدول الاختيارات كان هذو القيم كان قد ما يمدهم ماشا يقول احسب وانت ما على بالك بول وين تلقاهم هذو القيم وين تلقاهم في الجدول الاختيار شتوه كيما النجاره والتسميق تفهمين عليها نكملوا خدمه تاعنا نبداو في السؤال الاول السؤال الاول ما معرفه نوع القرآن المناسب للمحرك جهد الشبكة انا عندي قدا خاي ديما نقولوا جهد المركب 380 فولت ولوحة حت المواصفات تاع المحرك 220 معناتها ربط مثلثي 380 اش معناتها 380 جماعة معناتها ربط نجمي إذا 380 تاع ربط نجمي تساوي جهد المركب الشبكة إذا واش هو نوع الربط هنا؟ نوع الربط هو ربط نجمي تعليل لأن كل ملف من الملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط في 220 فولت ولا كما قلنا واش نقولوا لان جهد المركب للشبكه يساوي جهد الاكبر في لوحه المواصفات للمحرك اللي هو 380 فولت لذلك فهو ربط نجمي هكذا سؤالي بعد واش قالنا؟ اقسم بالله واش هو؟ ما مش تعاود لي هذه درتها دروك كانوا كيف كيف يحاول ربط جهد المركب هيا جهد المركب, المركب تاع الشبكه شوفي شوفي جهد المركب تاع الشبكه ديما 380 باسكو علاه حنا في الجزائر سوجا يجي في الجزائر معناتها جهد المركب 380 دوك الجهد المركب هذا شكون يساوي الجهد الكبير ولا الصغير تاع المحرك واش يساوي؟ يساوي الجهد الكبير الجهد المركب والبسيط شو شوف الفرق ما بين المركب والبسيط قادر يبدلني قلت لك 60 ايوه بسيط هو صغير ومركب كبير هكذا آه. صح جهد المركب تاع الشبكه هو الكبير وجهد البسيط هو صغير جهد المراكب تاع الشبكه هذا واش يساوي؟ يساوي جهد الاكبر في لوحه المواصفات تاع المحرك، والجهد الاكبر في لوحه المواصفات واش قلنا؟ ربط نجمي، وكان جاي يساوي الجهد الاصغر تاع لوحه المواصفات المحرك واش نقولوا؟ ربط مثلثي. هكذا، السؤال بعده احسب الانزلاق، هذا درنا السؤال، الانزلاق يساوي ان اس ناقص ان على ان اس، ان عطاها لنا 2000 وزياده، واش لازمنا هنا نديره؟ نستنتجوا، واش نستنتجوا؟ نستنتجوا ان اس، ان اس هي سرعه اكبر بقليل من ان. في حاله عدد ازواج بي 1 تساوي 3000 في عدد ازواج بي 2 تساوي 1500 3 تساوي 1000 و4 تساوي 750 شكون هي السرعه اللي اكبر بقليل من سرعه الدور المحرك اللي اكبر من 2940 هي 3000 اذا اذا هنا ان اس يساوي 3000 ولو كان يطلب منك عدد ازواج اعطاب بي يش يساوي واحد نديرو تعويض في واحد نفس الطريقه 3000 ناقص 2940 على 3 تساوي 0.02 هكذا جماعة راه الكونيكسيون راه شوية جيني اه سموا تاع الكونيكسيون قادرة في أي لحظة زيد تروحها أوكي آه جي وش يساوي يساوي صفر فاصل صفر اثنين سؤال أخير سؤال أخير واش طلب منا قال لك احسب العزم المفيد سيو جماعة العزم المفيد واش يساوي عرفناها قبيلة في الحصيلة الطاقوية عزم المفيد واش يساوي؟ يساوي 60 في الاستطاعة المفيدة عطاها لنا على 2 بي ان انا هي 2900 إذا وهذا القانون كنت نستخدمه كي مدنا سرعة تور سير مينيت. واش تساوي؟ تساوي 60 في 550 اللي هي الاستطاعة المفيدة على 2 بي في 2940 واش يساوي العزم 1.70 نيوتن في متر ولا يساوي بي يو على اوميجا وكتا هذيك يعطي لي السرعه براديان خلال الثانيه وهذا قانون 99.99% ما يجيش اوكي هذا المحرك يا استاذ تقريبا مثالي 0.02 انزلاق برك شو هو؟ قلت لك هذا المحرك تقريبا مثالي 0.02 انزلاق برك الانزلاق يتبدل على حسب السرعة ما عنديش الحاجة. سؤال قلت لك هذا المحرك تقريبا أيه. مثالي قلت لك أيه. عنده الانزلاق تاعو صغير بزاف اي الانزلاق يتبدل أيه. ثاني بالحمولة يتبدل بال... <applause> وي مردود نتاعو يكون كبير بزاف المردود نتاعه يكون مليح ان شاء الله شكون اللي تبين لي بلي المحرك المثالي هي المردود كي نلقاو مثلا 99% 98% هنا مليح حتى لو مادام الانزلاق يكون صغير استاذ اكيد <متصفيق> المردود راح يكون كبير بزاف <متصفيق> اكيد اكيد هي اوكي روح اللي بعدها اللي أه بعدها بعد الرمز الرمز لازم مفيد ماشي تي اي ماشي هو اي رمز له عنده رمزين يا يقولوا تي يو يا سي يو اوكي هو في اللي باخذ في البكالوريا هو السي او اوكي نعم نروحوا اللي بعدها اللي آه بعدها واش هي باكالوريا 2016 موضوع ثاني، زاد أعطانا ثاني زاد عطانا ثاني محركات واش قالنا؟ قالنا ام 2 محرك هو عباره عن محرك لا تزال من ثلاثه دور ذو اتجاهين للدوران شفتوا هنا قاعد يقول لك احسب لي اخدم لي درجه الاستطاعه هنا واش نديروا؟ نديروا ملامسين زوج كونتاكتور صح ولا لا لا؟ شتو؟ يحمل خصائص تاليه 380 جهد الكبير معناتها ربط نجمي 220 مثلثي 50 هرتز لا فريكونس 9.3 امبير معناتها تيار امتصاص حنا ما قلنا هنا مش حيكون قلنا واش هو نوع الربط ما دام طال التيار راه هناني كوز في 086 725 معناتها سرعه دوران المحرك معناتها سرعه التزام راح تكون اكبر بقليل راح تكون 750 هنا واش قلنا مقاومه لف واحد جماعه كي تجيكم هذا السؤال سطروا تحت هذه سطروا يقول لك مقاومه لف واحد معناتها بيرج عندها احتمالين على حساب ربط نجمي ولا مثلثي اوكي آه مقاومه لف واحد من الساكن 0.15 آه اوجد عدد ازواج اقطاب انزلاق احصل استعاره ممتصه كذا 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 نبدا نجاوبوا عليه هكذا نبدا السؤال الاول السؤال الاول استنتاج عدد الاقطاب نورمال وهذا هذا صحيح آه. عندي اولا كيفاش تستنتجو نجيبوا الجدول كما كنا نديروا واحد لما عدد الازواج ابقى واحد سرعه التزامن 3000 وحنا عندي سرعه الدوار خي 725 لازم نلقاو اكبر منها بقليل هكذا لما بي يساوي 2 1500 مزال كبيره عليها بزاف لما بي يساوي 3 كي نعوض بهذا القانون نلقاوها 1000 مزال كبيره عليها لما تساوي 4 لقيناها 750 لما 5 لقيناها اقل منها شكون هي الصحيحه السرعه هنايا يعني. لما بي وش يساوي جماعه لما بي يساوي 4 لقيناها 750 اكبر بقليل منها اللي هي 725 اذا هنا بي وش يساوي عدد الازواج الاقطاب بي وش يساوي يساوي 4 و ان اس وش يساوي جماعه يساوي 750 تور سير منش وشو كنستنتج بي ديما ساجوبه على الطريقه اذا عدد الازواج الاقطاب بي يساوي 4 و عدد الاقطاب 2 بي يساوي 8 هكذا نروح للسؤال اللي بعده احسب الانزلاق انزلاق سهل ان اس ناقص ان على ان اس ان اس عندنا 750 استنتجنا هاي ورا ناقص ان 725 على 750 يساوي 0.03 صفر سؤال هذا خلاص سؤال كلاسيكي بسيط هكذا روحوا سؤال اللي بعده وش هو 13 احسب الاستطاعة الممتصة جماعة الاستطاعة الممتصة جماعة واش تساوي ممكن عندها قانون تساوي جذر ثلاثة في الجهد المركب في التيار في كوس في هكذا جهد المركب عطاه ولا ما عطاهليش؟ عطاه لي تفضلي استاذ لا ما نفرقش ما بين عدد ازواج الاقطاب وعدد الاقطاب تتلف لي ما بيناتهم شوف ما تتلف لك ما والو القانون وش فيه؟ القانون فيه عدد الازواج الاقطاب بي صاي معناتها آه كي يقول لك عدد أزواج الاقطاب بي كي يقول لك احسب اقطاب كي تحسبي بي اضربيها في اثنين صاي علاه يقولها عدد زوج علاه عدد ازواج على بالك الزوج هذا وش فيه هذا الزوج؟ فيه. فيه قطب شمالي وقطب جنوبي مثلا المغناطيس لو كان تجيبي مغناطيس كذا <applause> في قطب دو كتجيبوا مغناطيس كذا في قطب مغناطيس في قطبين قطب شمالي قطب 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 وقطب جنوبي اذا بي وش يساوي؟ قطب شمالي وقطب جنوبي اي بي يساوي؟ يساوي واحد بي هي عدد ازواج بي يساوي واحد مي عدد الاقطاب كذا كاين زوج كاينين زوج صحيح كيقول كي لك مثلا عدد ازواج اقطاب ثلاثه معناتها يقول لك كاين ثلاث مغناطيسات مغناطيس ومغناطيس ومغناطيس هذا ثلاث مغناطيسات كذا فيهم قطب شمالي وجنوب ثلاثة ستة ستة هذاك فيها زوج هذاك زوج هذاك زوج ستة هذه هي فيوش معناتها عدد أزواج الأقطار هكذا صافي النتيجة نقسمها على اثنين لا لا أنت اخدمي بي هو ديما يطلب منك عدد الأزواج الأقطاب ديما احسبي بي كي بي كي بي هذيك هي عدد أزواج الأقطار كي يقول لك عدد الأقطاب واش ديريها البي هذيك بي هذيك واش في اثنين هذا مكان احنا خدمه تاعنا يعني ديما بعدد الازواج بي واش معناتها عدد الازواج ركزي عليها مليح هكذا اوكي هاي. اوكي روحوا استطاع الممتصة بما انه محرك ثلاثي الطور استطاع الكل واش تساوي تساوي جذر ثلاثة في الجهد المركب في التيار في كوز في خي هكذا الجذر المركب خي لقينا 380 فولت التيار عطاه هنا كوز في عطاه هنا عطانا كل شيء اذا واش تساوي تساوي ولا الجهد المركب تاع شبكة خي قلنا 180 فولت نعوضوا هكذا تيا نعطي هنا تسعة فاصل ثلاثة، إذا بي أو شو يساوي؟ يساوي 5264.1 وميتين وربعة وستين فاصل واحد و هكذا، الطريقة الثانية، آآ كيمدلي مدلي المفيد المفيدة ومدلي مردود، هكذا صح ولا لا؟ إذا استطاع ممتصة بي أو شو تساوي؟ أخي على بال المردود واش يساوي يا جماعة؟ يساوي الاستطاع المفيدة على إسطاعة ممتصة، إذا إسطاعة الممتصة يساوي تساوي تساوي المفيدة على المردود، الطريقة الثالثة جمع جماعة، قادو شو يقولكم؟ قادر يقول لكم باللي تم قياس الاستطاعه بطريقه واط مترين فوجدنا بي واحد يساوي كذا وبي اثنين يساوي كذا احسب الاستطاعه المنتصه هنا الاستطاعه المنتصه واش تساوي؟ تساوي استطاعه واط متر الاول زائد استطاعه واط متر الثاني قادر يمدها لكم في المحرك ركزوا عليها مليح هذه استاذ وي تفضل استاذ راك تسمع فيا الو راني آه نسمع فيك راني آه نسمع فيك تفضل الو استاذ راني آه نسمع فيك تفضل تفضل استاذ اسلو كاين قانون يحسب لنا الاخر يحسب لنا الضياعات الثابته هذيك بيرت فير بيرد ميكانيك اسكو كاين قانون ولا لا لا كاينه كاينه طريقه واحده اخرى يسموها تجربه في الفراغ شغل المحرك ديرو في الفراغ بي زيرو تجربه في الفراغ اي بي زيرو هذيك هي كاش كي. نهار بالك ممكن كاش نهار عليها فكره خفيفه اوكي بصح انتم الاسئله تاعكم مش راح يديك الفراغ وكذا انتم عندكم سوجي راكم تدرسوا في نظام الي ماكش راح تركز على المحرك كل شيء على المحرك راك فاهم معاه راك تعالج في نظام الي لازم كل كل درس تدي منه اسئله مش راح نديروا اسئله تاعنا المحركات فهمتك فهمتك على هذه ما... ما, انت... ما عندوش علاقه بوشرو ما بشت... عندوش كاش يدخلها واش هو؟ علاقه بوشرو ما عندوش كاش يدخلها ما تعبوش ما تدخلوش اوكي بوشرو تدخل مثلا كي نراك بوزج محركات مع مصباح مع كذا يقول لك احسب استع ظاهريه وارتكاسيه وهذيك تاع السنه الثانيه اوكي روح اللي بعدها خلاص هذه الاستع منتصف احتمالات تاعها شفتوهم؟ انا مادام عط... انا ديما نبدا بهذا الاحتمال وديما نبدا بها اذا ما خرجنيش روح الاحتمال تاع المردود اذا ما عطاليش مثلا مردود استطاع مفيدة اكيد راح لك تم تج... قياس استطاع بطريقه واط مترين اوكي شغل لازم تدير حسابات في راسك شرح تجيك الاسئله روحوا اللي بعدها وين وصلنا سؤال رقم 14 قال لكم احسب ضياع بين فعلتول في الساكن باد جوستاتور، جمع باد جوستاتور كيقول قلنا احتمالات خير. واش تساوي؟ يا تساوي ار اي مربع يقول لك ار مقاومة ملف واحد نوع اقران مثلثي يا تساوي 3 ار اي مربع وقتها مو... ار مقاومة ملف واحد ونوع اقران نجمي ولا تساوي 3 على 2 ار اي مربع لما يكون ار مقاصة بين طورين، واش قال قالنا في السؤال؟ شوف السؤال واش قالنا مقاومة لف واحد من الساكن فهذه الحالة واش تساوي هاي جاوبوني <كتصفيق> فهذه الحالة واش لازم نقولوا نقولوا بما انه مقاومة ملف واحد ونوع الاقران هو نجمي لازم نقول نوع الربط لازم هنا لازم برهن نوع الربط صح ولا لا, لا؟ هاي، ونوع الاقران هو نجمي باسكو عليه الجهد المراكب 680 ولو ولوحة مواصفه 220 سلاش 680 الجهد الاكبر تاع المحرك يساوي جهد الشبكه هكذا جهد المركب شبك اذا نوع الاقران نجمي ومقاومة ملف واحد، شكون القانون اللي في هذه الحالة؟ نحتاجه القانون الثاني، هكذا. صاي السؤال هذا 14، خير كذا. السؤال هذا السؤال هذا ما فيش إشكالية. حاجة قلت لك، قلت لك نقول نوع الربط باش نعرف شنو هو نعرفوا كيفاش باسكو لا لازم نحتاجوا ربط باسكو قالنا مقاومة ملف واحد، لازم نعرف شنو هو نوع الربط، بعد ما عرفنا باللي ربط هو نجمي، إذا باد برج جوج سطاطور شي يساوي يساوي 3 ار اي مربع وش يساوي 3 فصف فصف في 0.15 في 9.5 ويساوي 38.98 فاصل ثمانية واط ديما ديما عندك دير كوبي كودي خرجت اوم هذي واطة اوكي تفضل وش هو السؤال تاعك هاي شكون اللي يسألني كاين واحد قال لي استاذ ومن بعد حكيم وقيل هذا كملوا؟ تبني انا نقول كمل كمل استاذ كمل اذا يحب يسقسي يكتب به قول له يوسف هيا بيرجو ستاطر شي يساوي؟ يساوي 3 ار اي مربع بعد تعويض شقيناها 38.98 واط هذه واط يا جماعه اوكي روحوا بعدها سؤال سؤال 15 هكذا أه 14 ب قال لكم احسب ضيع بفعل جول للدور هذا الشيء هما تفضل الو اسكو كونيكسيون عنده والله عندي كونيكسيون عنده استاذ وقلنا له اكتب ما حب ما عليش روح السؤال تاعنا 14 واش قالنا حساب ضايع بين جول للدوار باجا روتور خي باجا روتور عرفناه واش يساوي باجا روتور يساوي انزلاق في استعمل منقوله الى الدوار هكذا من بعدها استعمل منقوله للدوار نقدر نزيدو نحسبوها استعمل منقوله للدوار واش تساوي جماعه انطلاقا من شجر الطاقة، تساوي هذا الارتفاع ناقص بيرجول ستاتور ناقص بيرجول ستاتور، هكذا ستاتور، واش تساوي؟ ها نديرها لكم بالارتفاعات باش تفهموها، اللي هو اللون الأزرق هو الاستطاعة المنقولة إلى الدوار، واش تساوي؟ تساوي استطاعة الممتـ جي في استطاعة منقولة، استطاعة منتصة ناقص بيرجول ستاتور، ناقص بيرجول ستاتور، هكذا، ومن بعد واش نديرو التعويض عددي، تطبيق عددي، واش تساوي؟ تساوي 171.44 واط دوك هذا بيرجول طر ولات ساهله زدت عاود القانون هذا شفنا في 2015 دوك زدنا شفناه في 2016 هكذا روحوا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده احسب العزم المفيد سيو العزم المفيد سيو والله يسميه تيو ثاني عزم المفيد يساوي بي على اوميغا بصح حنا ما عطاناش سرعه بسرعه الزاويه ديما يعطيها لنا دوره خلال دقيقه اذا سي يو شي يساوي 60 في اس مفيدة المفيدة على 2 بي ام من بعدها نعوضوا اس مفيدة المفيدة واش تساوي جماعة اس تاع المفيدة اسكو لنا ولا ما عطاهاش هنايا سؤال مطروح لو كان تشوفوا ما عطاهاش روحوا حاصلة الطاقوي شجرة اس هذا الارتفاع هذا هو اس المفيدة المفيدة هذا هو واش تساوي اس مفيدة المفيدة تساوي استطاعه تاع الممتصة ناقص كل الضياع شوفوا بهذا الشكل ها اذا الاستطاع المفيد يعني هذه درتها لكم بلون بسهم متقطع بنفسجي هذا الارتفاع هذا واش يساوي واش يساوي يساوي إستطاع الممتصه خط الاحمر ناقص كل الضياعات ناقص ضياع بار جول ستاتور ناقص بيرت فير ستاتور ناقص بار جول روتور وناقص بيرت ميكانيك كما لاحظت شفتوا هذا الطول واش يساوي استطاع المفيدة بدلالة استطاعه تساوي استطاع الممتصة ناقص كل الضياعات هنا بي يو نعوضوها ب بي ا ناقص كل الضياعات اوكي والان عطاها لنا 725 تفضل تفضل استاذ احنا سقطت هيك على بي مكتوبة هنا بي تي ار ناقص بي جي ار صحيح صحيح اه بي اي بي استطاع المفيدة هي تساوي تساوي استطاع الميكانيكية الميكانيك هيا تساوي أه اصبر دقيقه اصبر تساوي استطاع ميكانيكيه, ميكانيك ميكانيكية. ناقص بي بيرد بير ميكانيك صحيح بس اسكو عندي استطاع ميكانيكيه ما عنديش نقدر بي تي حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ بي تي حسبناها؟ ما انا نقدر نقولوا نقدر نقولوا بي استطاع المفيد تساوي؟ تساوي بي تي ناقص بيرد ناقص بيرد ميكانيك صحيحه ثاني اوكي انا أعطيت لكم دلاله استطاع ممتصه هكذا نروح نكملوا تطبيق عددي من بعد واش نلقاوها نلقاوها استطاعة فين نلقاوها 4993.75 اذا العزم المفيد النهائي واش يساوي 65.78 نيوتن في المتر هنا نزيدوا الوحده الدوليه نيوتن في المتر اوكي روحوا السؤال بعده قال لكم احسب مردود المحرك مردود المحرك عرفناه المردود واش يساوي يساوي استطاعه المخرج على المدخل يساوي استطاعه المفيده على استطاعه المنتصف استاع المفيد انا حسبناها وريتها لكم قبيله لقيتها 4993.75 هكذا كما قلت استاع المنتصف ناقص كل ضياعات على استاع المنتصف هي 5264.1 واط أه. المردود يساوي 0.95 ويساوي 95% هكذا زيدوا روحوا اللي بعدها اللي بعدها سؤال رقم 16 واش طلب منكم دارت الاستطاع محرك ام 2 خي قبل حكينا على دارت الاستطاع واش قالنا على المحرك ام 2 خي قالنا محرك يدور باتجاهين عنده مكبح وفيه المكبح هكذا اول حاجه نرسمو... رسم كاين واحد الرسم الثابت ديما نعاودوه الرسم الثابت هذا واش هو نجيبوا شبكه ثلاث طور اول حاجه نبداو بها سيكسيون افيك فيزيبل عرفتوا واش وظيفة تاعو صحيح حمايه اه غلق وفتح يدويا وحمايه من التيارات العالي من بعد سيكسيون واش يجي يجي كونتاكتور الاول باسكو ليها راح يكون عندي دو كونتاكتور يا جماعه باسكو ليها محرك يدور باتجاهين متفاهمين عليها هذا مثلا كام كا 21 مثلا نعتبره دور في الجهه اليمنى هكذا كام كا 21 علاش سميته كام كا 21 يا جماعه سميته من عندي والله من جبته قولوا من جدول اختيارات من جدول اختيارات ها وقال لي ام 2 محرك يدور باتجاهين كاين كام 21 دور في الجهه وكام 22 دور في الجهه العكسيه على هذه الاول وش سميته كام كا 21 شفتوا كيفاه من بعد كونتاكتور وش يجي واش يجي؟ يجي مراحل حراري سميته ار تي، سميته ار تي؟ ها وراه في الجدول اختيار اش قال لي؟ ار مراحل حراري لحماية محرك ام 2 شفتوه؟ ولازم تقرا سوجي مليح يا جماعة، راه كي تقرا سوجي مليح 20 بإذن الله تجيبها وكل شيء سهل وكي تقرا أسئلة مليح راه عندك أه الأسئلة فيها وحدة 12 نقطة مجانية. <applause> هي كل شيء موجود. من بعدها بعد المراحل الحرارية واش يجي؟ يجي المحرك ام 3 هكذاك زدت لها ايكغ معناها تو نجمي من بعد اسكو كملت ولا مازال كملت ولا مازال مازال باسكو هذا الرسم اللي رسمته واش هو هو اقلاع مباشر اتجاه دوران واحد فقط واش مازال لي ك ام 22 ك ام 22 ها نكتبوا ك ام 22 نزيدوا هذا المثلث ممنوع رج معناتها المحرك كي تغلق ك ام 21 ك ام 22 يكون مفتوح والعكس معناتهم ما يتغلقوش مع بعض اوكي هذا المثلث لازم تزيدوه باه تبينوا له باللي ما يمشوش مع بعض. فاهمين عليها؟ من بعد هكا ام 22 بان عكس الاتجاه دوران. تمس الاول، تماس الاول هذا، تماس الاول، نوصلوه بالطور الاول. تماس الثاني، شوفوا تماس الثاني، مدخل تاعو باش مربوط بالطور الثاني، ومخرج تاعه لازم يكون بالطور الثالث، باسكو لا، نعكس ما بين طورين باه محرك يتعكس الاتجاه تاعه. فاهمين عليها؟ والثالث. والتماس الثالث مربوط بالطور الثالث والمخرج تاعو مربوط مربوط بالطور الثاني وتلاحظوا باللي تماسين هذو زوج اللي عكسنا ما بيناتهم اوكي اسكو كملت والله مازال في دارة الاستطاعه جاوبوني كملت والله مازال 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 باسكو قال لي لا لا ما قالش فيه المكبح هاور ها ام آه اثنين محرك ثلاثه في ثلاثه في طور ما قالش كان مكبح مكاش ما كاش ما ما كاش لو كان قال لي لو كان كتب لي هنا و واش هو؟ مكبح ما كانش ما كانش حنفترضوا انه قال لنا كيفاش نديروا الاستاذ معليش تدير انت هذا اخي دوك نرجع لكم المكبح نرجع للسؤال اللي قبل في الباكالوريا واحد اخر عاود المكبح اصبر دقيقه صح اصبر مكبح ندو بعد المراحلات الحراريه وناس ثلاث وشائع ها راه المكبح اوكي راك تشوف المراحل الحاره ندو ثلاث خطوط اسلاك نربطهم في شائع ونربطهم بشبه نربطهم بسموه مش معين سموه شبه منحرف اوكي صاي هذا هو المكبح هذا هو رمز اوكي لازم يجي تحت اللي سموه تحت الكونتاكتور اتونسيو ديروا فوق الكونتاكتور فاهمين عليها واه اوكي روحوا أستاذ، كنا نبدلوا الاطوار في كذا وش يسرع ما يصرى والو تبدل ما بين طوارئ تاع كاس المحرك بصح كي تبدل ثلاثه وتخليهم منا ما يبقى نفس الاتجاه اوكي أستاذ تفضلي في في ذا الباك كيما قلنا بين ملف واحد وبصح ما قلناش نوع الإقران، كيف حسبنا الضياعات شو لا لا برك جل... شوف شوف ها ها هذا السؤال راك تحوس على هذا السؤال مرة. هذا سؤال شوف شو قلت له قلت له بمقامة لف واحد من السك بصح ما سالنيش على الاقران بصح انا زدت له في الجواب واش قلت له قلت له نوع الاقران هو نجمي لان جهد المركب للشبكة يساوي جهد الاكبر لوحه المواصفات المحرك فان باد جو ستاتور يساوي 3 ار اي مربع انا اللي بينت له بليها اقران نجمي شتي بس ها باسكو <applause> قال لي مقاومه ملف واحد لازم نعرف نوع الاقران لازم نعرف باسكو لا كعد مقاومه ملف واحد عندي احتمالين يا ار اي مربع يا ثلاثه ار اي مربع وكي عاد نوع الاقران النجمي آه لازم تتبين له إيه لازم تبيني له الاقران في هذه الحاله اوكي اوكي ايوا كملنا هذه صاي استاذ قادر يطلب انك دارت التحكم استاذ تخلي هذه دار التحكم غالبا غالبا يطلب لك دار التحكم كي كاين معقب لا بي باسكو حنا ديما نديرو تجسيد التكنولوجيا قليل وين يطلبها لك بالذواق نحاول ان شاء الله نديكم حصه على دار التحكم ممكن ترجع الصفحه هذيك بالصفحه اوكي معليش صفحه تاع واش تاع تعال... لا لا اللي كنت داير هضره تاع المحرك هو نتاع اه... من حسبنا نضيع مفعول جوج ساكن هايوا هذه خلت روطار. انا من جيت انت و بيرجو ستاتور هذه هذه تقدر عليها تاع نوع اقران ومقاومه في واحد هذه هي هذه هي بيرجو ستاتور عنده ثلاث احتمالات يا يعني يساوي ار اي مربع كيعود مقاومة ملف واحد اقران مثلثي والله يساوي ثلاثة ار اي مربع كيعود مقا... ار مقاومة ملف واحد نوع اقران نجمي والله يساوي ثلاثة على اثنين ار اي مربع كيعود م... ار مقاومة مقاسة بين الطورين حنا واش قالنا في المطل... المعطيات تاعنا واش قالنا قالنا هذه ار واش هي هي مقاومة ملف واحد كي قالنا مقاومة ملف واحد قدا يكون عندي قانون عندي احتمالين هذا ولا هذا خي هكذا من بعدها انا لازم نبين له نوع الاقران كعد جهد المركب تاع الشبكه 380 فولت وجهد الاكبر لوحه المواصفات المحرك 380 فولت اقران واش هو هناك اقران نجمي اذا القانون الصحيح نشكون شكون يولي هو جول يساوي 3 ار اي مربع اللي هو اقران نجمي ار مقاومه ملف واحد ونوع اقران نجمي هكذا نعم يخرج الشاشه راكم فيديو عاودوه احتمال هذو الثلاثة تعاودهم مرة مارسين سايت ولا حاجة عادية. <applause> هذه كملناها. وي تفضل. أستاذ وش العلاقة بين تيار الإقلاع والتيار الممتص؟ شوف تيار الإقلاع كي تعود أن نتاعك في داركم وعندك كليماتيزور. كليماتيزور آه. كي يجي ديماري وش يسرع وش يسرع الضوء؟ كي تعود تمشي على الضوء وش يسرع الضوء هذاك؟ يرمش هكذا شويه يرمش معناتها ينقص معناتها تيار الاقلاع المحرك بيه يقلع لازم له تيار كبير راك معايا ايوه هذا هو تيار هذا يسموه ايدي ماراج ومن بعد هذا التيار من بعدها المحرك الكليماتيزور يثبت خلاص يثبت في السرعه تاعه كي يثبت في السرعه تاعو من هي واللي يمتص التيار في الشروط العاديه هذاك التيار يسموه تيار اسمي اللي ديمار به تيار اقلاع واللي كمل به يسموه تيار اسمي وحيث التيار الإقلاع اكبر من التيار اسمي اوكي يم. إيه <applause> استاذ ممكن <شو هتعلق>. كاينش <applause> حتى علاقه كاينه كاينه علاقه كي تجي تشري المحرك ولا كذا كاين محركات يقول لك مثلا اي ديماراج يساوي ثلاثه اي نومينا معناتها اي يساوي ثلاث مرات اي كاين يساوي اربعه خمسه سته ست ست. كاين حتى سبع مرات اوكي وهذا التيار <applause> وهذا التيار على هذه داروا له اقلاع نجمي مثلثي اوكي شو <applause> التيار تاعو كبير فهمت <applause> آه يا. يعطي كامل... لك نسبة هذه استاذ تاع بين إدي... اي ديماراج و نومينال يعطيها لك يعطي لك لوحه مواصفات يعطي لك قيمه تاعها ولا يعطيها لك على شكل منحنى بياني هكذا يعطي لك مثلا مخطط تاع التيار الاسمي وتيار الاقلاع اوكي يا اخي ما فيهاش قانون استاذ ما, في... ما فيهاش قانون هكذا. ما فيهاش قانون ثابت لازم تستنتجها آه. كل مره كي واش تساوي هاو كان مثال عندنا بعد نشوفوه هكذا <applause> روحوا <أستاذ>. بكالوريا وي <applause> تفضلي باش تعاود لنا وقتها ما نديروش مكبح وقتها ما ندير هو يكتب لك هو شوف 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 مليح ها نرجع هذا الباكالوري شوف مليح اصبر ورا شوف هذه الباك ها هذه الباك واش وش قال لي؟ قال لي المحرك لا تزامن ثلاثة طال وسكت اسكو هذا فيه المكبح ولا ما فيهش مكبح دار استطاعه فيه. ما فيهش شوف التمرين اللي قبله اصبر اصبر شوف هذا التمرين واش قال لكم هنا محرك ام 2 آه. آه. اه هذا فيه مكبح ولا ما فيهش مكبح هذا التمرين تاع باك 2016 موضوع الاول كاش مهضر لك على مكبح هنا ما كانش ما كانش معناتها هنا معناتها محرك يدور في اتجاه واحد زيدوا شوفوا الباك اللي قبلها هذه الباك شوفي الباك هذه شوفي الباك هذه واش قالنا ما اصبر هنا آه، ثاني ما كاينش مكبح استاذ 2015 فيها المكبح استاذ 2015 موضوع ثاني نورمالمون مو... 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 مهم مهم كي كي يقول لك اصم لي دارت الاستطاعه انت روح اقرا في لوحه المواصفات وفي السوجي تاعك معك اذا قال لك محرك يضرب اتجاه واحد والله يضرب اتجاهين ولا اقلع نجم مثلثي وسكت معناته ما فيش مكبح كي يعد فيه المكبح يقول لك مع مكبح في غياب التيار كيقول لك مع مكبح في غياب التيار أرسمي المكبح اوكي اوكي صح هذا مكان. كان نروحوا كما هذا في مكبح هيا 2015 آه كملنا هذه كملنا هذه كملنا هذه هذي صايي 2017 دو كان نورمال صايي هذي خلاص ختمناها آه روحوا 2017 شوف 2017 2017 موضوع الاول واش قال لكم دارت استطاع المحرك ام سؤال 11 اذكر اسماء العناصر ثلاثه واحد اثنين ثلاثه المهيكله لخط تغذيه المحرك شغل هنا هو راح يمد لك الرسم راح يطلب منك تسميه سؤال 12 حدد نوع الاقلاع الاقلاع خي على بالكم يا اقلاع مباشر يا غير مباشر هكذا اها ما وظيفه العنصر التقني ها هو في الجدول الاختيار قال لكم بلي ام واحد ثلاثه زائد مئتين ثلاثه 220 سلاش 380 فولت هكذا هذا هو الرسم اللي مدوا لنا قال لنا واش هو هذا واش هو هذا واش هو هذا, وش هو هذا. خي جاوبنا عليهم قبيله هذا واش هو جماعه قاطع عازل مع الفواصم ها آية. هي وظيفته غلق وفتح يدويا وحمام التيارات العاليه هذا واش هو اثنين كونتاكتور ولا ملامس ولا كارو شي هو؟ رسم راه شي بان غير اسئله بالفرنسيه ماشي تخرج عندكم رسم وجه آه اي راه كان بوغي كان بوغي يا شيخ انا ثاني بوغالي صاي راه يطوك واضحه هذا قال جاني هاي الاستفهام علامه استفهام الاولى هو قاطع عازل مع الفواصم ثاني واش هو هو كونتاكتور اللي هو ملامس كهرومغناطيسي كام وهذا واش هو ثلاثه واش هو اللي هو مراحل حراري الحمايه اعطي وظيفته الحمايه هذه هي التسميه سؤال هنا بسيط جدا من بعد السؤال رقم 12 قال لكم ما هو نوع الاقلاع؟ اقلاع واش هو التيار مباشره يروح المحرك يا جماعه صح ولا لا لا؟ ها آه. وش هذا؟ اقلاع مباشر واش هو الاقلاعات المباشره الموجوده عندي؟ اقلاع مباشر اتجاه دوران واحد ولا اقلاع مباشر اتجاه دوارين ولا اقلاع مباشر مع المكبح ولا اقلاع مباشر باتجاه دوران مع المكبح هذا نسميه اقلاع مباشر اوكي وكتا نقولوا اقلاع غير مباشر جماعة وكتا كي يعطي لي اقلاع نجمي مثلثي فيها تروا كونتاكتور صحيح فيها ثلاث ملامسات اقلاع نجمي مثلثي هذا نسميه اقلاع غير مباشر تفهمين عليها أه وظيفه العنصر التقني قال لكم هذا العنصر وش وظيفته جماعة هذا العنصر وش نسميه مكبح وش وظيفته هو كبح المحرك لحظه القطع التيار عليه اوكي حكينا عليه قبيله ويسمى بالمكبح كهربائي روحوا باك 2018 موضوع الاول شو هو باك يقدر يعطينا بح ميكانيكي ولا كيفاش واش هو السؤال ما سمعتكش صوتك تقطع نوع نوع مكبح كهربائي دو كاين في الوام مكبح ميكانيكي استاذ لا لا إحنا نخدموا بالكهرباء برك اللي فيه الوشائع كت كتمغناط الوشيعه طلع المكبح آه، 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 نقطع التياج آه، وشيء هبط آه، تكبح الدوار اوكي كاين فرق بين المكبح وبين هذا مخفض السرعه لا لا مخفض السرعه مش مخفض السرعه يبدا ينقص بشويه كاين مثلا في مثلا بيسط يحتاج سرعه ضعيفه يجيبوا هذاك مخفض السرعه يدير مثلا سرعه مثلا 500 دوره خلال دقيقه كاين تركيب يحتاج مثلا 200 دوره خلال دقيقه انت كي تشري المحرك شيت محرك لقيتو مثلا 1400 دوره راك طيب معايا و... في دقيقه وانت في التركيب تاعك حاب دير 1000 دوره خلال دقيقه واش لازم 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 لك تركيب اللي يتحدد له السرعه, كما السرعة أه أو... كيما الطوموبيل ي... الفيتاس والسمو تزيد سرعه ولا تنقص بالسمو اوكي كيما نقول الطوموبيل الطوموبيل يعني ثبت مثلا تسوق آه. في الطوموبيل ثبتها على 80 كيلومتر ماكش حاب تكسيري خاطر شفتوا هذاك في السياره شايفة. مثبت السرعه هكذا كيف. كيف. كيف كيف هكذا كيف كيف روحوا بكالو... لا 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 ما عندكمش ما عندكمش هذا ما دير ما في الاستطاعه ولا هذاك ما عندكم غير المكبح اوكي ممكن يعطيكم في المناوله هيكليه يكتبكم يكتب لكم مخفض السرعه هكذا بكالوريا 2018 موضوع الاول قال لكم محرك ام قال لكم بسبب خلل مادام قال لكم بسبب خلل معناتها هيبدأ المحرك هكذا وعطاكم هنا عطاكم قدام محرك عطاكم واحد 12 ولا 13 محرك اوكي قال بسبب خلل في المحرك استلزم استبداله من اجل ذلك تم اخذ خصائص كهربائيه من لوحة الاشعريه تاع المحرك هذا المحرك اللي فزت لي واش لقيت مكتوب فيه 0.55 كيلو واط معناتها استطاع مفيده تاعه والمردود تاعه 70% وهنا الجهد تاعه 220 فولت حاله اقران مثلثي و 380 اقران نجمي باستعمال وثيقه ثلاثه هذه الوثيقه ثلاثه قالك لك عين نوع المحرك المناسب واش هو المحرك المناسب من هذو يا جماعه انتم لو كان يخسركم محرك و... ويجيبوكم مثلا 10 محركات كيف تختاروا محرك اللي يشبه هذوك ال10 محركات واش واش تتبعوا لازم كي لازم تلقاو الاستطاعه المفيده قريب ليها ولا يساويها وتلقاو لازم قريب ليه المردود ولا يساويه لما لقيتش المردود يساوي لازم اقرب ليه صح ولا لا, لا؟ هذو المحركات هذو ريفيرونس اللي راهم عندناكم شكون المحرك اللي قريب هذه الخصائص والله يساويهم لو كان تشوفوا شوفوا معايا 70% اصبر شوف نبداو هذا ونحن نبدا آه المحرك آه لاحظوا لاحظوا باللي واش هو المحرك هذا اللي هو ريفيرونس تاعو ال اس 71 ال علاه شوفوا علاه شوفوا المردود هذا تاعو قداه اللي خسر لي 70% هذا قداه المردود تاعو كيف كيف ولا مش كيف كيف 70% زيدوا الاستطاعة المفيدة تاع هذا قدا 0.55 إيه. كيلو واط هذا قد الاستطاعة تاعو هاو كيف إذا شكون المحرك المناسب هنايا اللي هو محرك ذو المرجع ال اس 71 ال شتو لازم تعرفوا تقرا وثائق الصانع يا جماعة راه أسئلة بسيطة كي يقولك يربطها لك بوثائق الصانع راه أسئلة مباشرة أوكي كاين واحد يشوف الج... كاين شخص يشوف الجدول هذا يخلع اه ما قريناش هذا اه من... خليني من السجيه نروح السجيه اللي بعدها راهي ساهله خلاص خلاص اوكي لازم تقرا السؤال مليح وتفهم روحوا نكملوه استاذ انا الاول خلاني قاعد مش مفهوم بعد ما عادي هيا آية. زيدوا يعني هنا زيدوا يعني آية. هيا آية. زيدوا آية. هنا وش شوفوا هنا 8 فاصل هنا كيلو جرام واش معناتها وزن المحرك هنا ايدي على اي ان ايدي واش معناتها كورو ديماراج مع تيار اقلاع على تيار اسم قداه النسبه ما بيناتهم ربعه فاصل ثمانية شتوها إيدي ماراج على إنومينال هذه مردود كوز في تيار الاسم العزم إلى آخره هكذا أستاذ. تفضلي استاذ ويتفضلي. استاذ لازم نستبدلوه بمحرك عنده نفس الخصائص نتاعو لا انا لو كان نلقى نفس الخصائص ماذا به هو لو كان ما نلقاوش نفس الخصائص لازم نلقاو قريب عليه؟ اوكي اوكي صح هاي صح روحوا استاذ كاين قانون اي قانون يجمع اي دو إيه أه لا لا ما كاينش قانون باسكو كل محرك تيار الاقلاع مش ثابت ساعة اكبر من اربع مرات ساعة خمس مرات ساعة ست مرات ساعة سبع مرات كل مرة كيفاه اوكي على هذه على هذه ديما أه. يعطيها لكم يعطيها لكم هو من الجدول والله من منحنى الى اخر ديما يعطيك العلاقه التيار اينومينال بدلاله اه اي دي معراج. اوكي دونك نشوفوا هنا كما هنا شوفوا معايا شوفوا هنا معايا اه اي دي ماراش سلاش اي نومينال واش يساوي 4.8 معناتها اي نومينال واش يساوي يساوي اي دي ماراج على 4.8 ولا اي دي ماراج واش يساوي يساوي اي نومينال في 4.8 شفتوها روحوا المقادير الاسميه قال لكم خرجوا لي مقادير اسميه سرعه الدوران تاع المحرك قد هاي سرعه الدوران ها مينيت ناقص واحد سرعه دوار المحركه هذاك دا... يا <applause> يي... <applause> الله غالب هذه هي السوجي تاع 2018 جدول مش, هذي... وي مش بين هذه انا عندي احسن دقه زعما المهم راه وي وي استاذ مش بين قطعه السوجي تلقى مش واضح مليح اذا سرعه الدوره هنا قد 1400 دوره خلال دقيقه هكذا طلب مني معامل استطاع وراه معامل استطاع ها هو كوز في كوز فايف كوز في قد يساوي فاصل سبعة زيرو طلب مني ثاني نسبة تيار الإقلاع على تيار اسمي وين لقيناها هذه هي ها إي دي ماراج على إي نومينال يساوي ربعة فاصل ثمانية شتو أسئلة عادية جماعة قاعدة تقول أستاذ هذا ما فاتوش علينا عكس هنا أسئلة مباشرة هكذا أش فاوة إي دي ماراج على إي نومينال وش يساوي جماعة ربعة فاصل ثمانية تفاهمين عليها روحوا للسؤال سؤالي بعده سؤال سبعتاش واش طلب منكم قال لكم احسب الاستطاعه الممتصه كيف نحسبوا الاستطاعه الممتصه خي على بالنا قانون تاع الاستطاعه الممتصه واش تساوي خي تساوي جذر ثلاثة في الجهد المركب في التيار في كوز في اسكو عطى لي هنا التيار نقولوا يا جماعه ما عطاليش التيار ما عطاليش التيار الاستطاعه الممتصه <applause> تساوي بي واحد زائد بي اثنين اسكو عطى لي طريقه واط مترين قال لي قصت الاستطاعه <applause> طريقه واط مترين ما عطاهاليش قانون هذا يخرجني ما يخرجنيش اسكو استطاع المنتصر خي تساوي استطاع مفتز زيت كل ضياعات خي تفهمنا عليها اسكو عطى كل ضياعات ما عطاهمش نحسبها من المردود صحيت وعلى هذه خليتكم انا راني نجيب لكم قوانين ما ديما تشفعوا عليهم باه مره جايه يدخلوا راسكم هكذا تولي ديروا كل الاحتمالات هكذا اذا الاستطاع المنتصر من وين نجيبوها جماعه من المردود باسكو علاه أعطاني استطاع المفيدة أعطاني المردود نقدر نحسبه استطاع متصل ما نقدروش نقدرو إذا بي أو تسوي تساوي استطاع المفيدة على المردود وتساوي 550 على 0.7 واش وش تساوي تساوي خمس سبعمية وخمسة وثمانين واحد شتو كيف أسئلة بسيطة من بعدها سؤالي بعد ها السؤال اللي بعده سؤال سبعة قالك احسب تيار الإقلاع تيار الإقلاع يا جماعة كيف نحسبوه؟ خي عطانا قبلها العلاقه واش قلنا قبيله اي دي مارج على اي نومينال قد تساوي 4.8 4.8 هكذا و اي نومينال يا جماعه عندنا ولا ما عندناش واش لازمنا نحسبوها كيف نحسبوا اي نومينال يا جماعه كيف نحسبوها شكون القانون اللي فيه التيار الاستطاع المنتصى صحيتو الاستطاع المنتصى واش تساوي اخي قلنا تساوي جذر ثلاثة في الجذر المركب في التيار اي هذه هي نفسها اي نومينال في كوس في الجهد عندي ولا ما عنديش اخي عندي 380 والكوس في عطاها لي في السما وي محل مقاطعة اي دي تساوي 4.8 اي ام ولا نقيسها كيفاه جبناها جبناها من الجدول صح. هاي ورا الجدول شاف لنا ها هاي ورا هاي ورا شتيها ها اي دي على اي ان قد تساوي 4.8 شتيها واحد، واحد اي نعاود نرجع اذا قلنا احسبوا اي دي ماراج اي دي ماراج على اي نومينا 4.8 اي دي يساوي يساوي 4.8 في اي نومينا التيار واش هو القانون اللي فيه التيار هو الاستطاعه خي الاستطاعه المتصل حسبناها جماعه والاستطاعه المتصل يساوي جذر ثلاثه في الجهد المركب في التيار في أك... في كوز في اذا التيار هنا اي نومينا واش يساوي التيار هذا يساوي إستطاع المتصل على جذر ثلاثه الجهد المركب كوز في الاستطاعه المتصل لقيناها 785 جذر ثلاثه الجهد المركب خي الجهد دي المركب ديما نتفاهمين عليه 880 عطاه لنا في 7 اذا اي نومينا قد يساوي يساوي 1.7 امبير راكم معايا من بعدها نعوضوا في واحد تعويض في واحد بتعويض في واحد نجد اي دي مارج يساوي 4.8 في 1.7 ويساوي 8.6 16 امبير شفتوا البحر كي يقلع يمتص تيار كبير بزاف 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 شفتوا كيف الاختيار تاعو شو يساوي يساوي 8.16 <applause> امبير علاه هذيك تشعل ثلاجه ولا كي ديماري الثلاجه ولا يديماري كليماتيزور ولا ماشي تاع الاكل تلاحظوا باللي الاضواء ويمق... تنقص الاضاءه تاعهم علاه تنقص الاضاءه تاعهم؟ تح. معناتها راه هذي... هذيك الثلاجه تمتص التيار مده ثانيه ولا نص ثانيه الى اخره ومن بعدها تولي في شروط عاديه هكذا استاذ ما فهمتش معليش تعاود واش نعاود لك؟ راه هذه تاع اي جماعة راح يخلص السمو في أي لحظة كوبا أوكي واش قلتي لي؟ كيف حسبنا إي؟ تيار إي تيار إي من جيبوه؟ وش هو العلاقة اللي فيها تيار إي؟ من العلاقات المثلثية أه قلت لك مع علاقة المثلثية. من العلاقات الموجودة في المحرك وش هو القانون اللي فيه إي؟ خي هو الاستطاعة الممتصة الاستطاعة الممتصة وش تساوي؟ تساوي جذر ثلاثة في الجهد في إي هي تيار اسمي هذه إي هي نفس إي إن كنت قادر انحي لها الان، إن. واش معناتها نومينال معناتها اسمي. تساوي جهد في التيار في كوزفي. التيار اي هذا واش يساوي؟ لو كان ندو هذا الطرف الثاني. جدر ثلاثة والجهد والكوزفي نديهم الطرف الثاني. بما أنه جهد واش يولي ولو قسمة تولي بي أ على جدر ثلاثة على الجهد على كوزفي. إذا اي واش يساوي؟ بي أ على جدر ثلاثة في اي في كوزفي. ومن بعد نحسبوا تطبيق عددي نلقاه 1.7 أمبير. بعد ما لقيت تيار اي خي القانون اي دي مارج لقينا 4.8 في, في اي نومينال نعوضوا اي نومينال تولي 4.8 في التيار اللي حسبتو 1.7 نلقاوها 8.16 امبير اوكي نروحوا بعد. اللي آه بعدها اللي بعدها واش هي باك 2018 موضوع الثاني راكم تسمعوا فيا الو <applause> ايه <عارف. تصفيق> ايه آه 2018 الموضوع الثاني قال لكم دراسه محرك ام واحد المقاومه المقاصه بين طورين جماعه هو قالنا مقاومه مقاصه بين طورين اذا واش نجي في راسي بلي بير جول ستاتر واش يساوي مهما كان ربط ثلاث آه نجمي ولا مثلثي وش يساوي ثلاثة على اثنين ار آه مربع صح ولا لا لا جماعه هاي تولي دوخكم دو ار آه كبيره وصغيره تقولوا ار آه صغيره معناتها بين طورين وار كبيره طور واحد لا لا ديما تبعوا الكتيبه اوكي بيرت فيستاتور قيمة ثابتة كدا عطاها لنا 300 واط السؤال الأول احسب الانزلاق السؤال الثاني احسب ضيع بمفعول جول في الساكن ها باسكو مقاسة بين الطورين سؤال 15 احسب ضيع بمفعول جول في الدوار وهنا في المعطيات تاع المحركات هو عطاها لنا في الجدول الاختيارات شفتوه ام واحد محرك لا تزامني اتجاه واحد دوران كوز فيها طهانا، 220 معناتها ربط مثلثي 680 نجمي 1440 سرعه دوران المحرك، والتيار الممتص 7 امبير نبدا بالسؤال الاول سؤال الاول سؤال الاول اش قالنا نصبر دقيقه يطلع اللي سموه حساب الانزلاق انزلاق جي يساوي ان اس ناقص ان على ان اس بما أن سرعه الدوره محرك 1440 سرعه التزامن راح تكون 1500 يا جماعه اخي هكذا بنفس الطريقه نستنتجوها بنفس الطريقه هكذا نلقاوها 1500 و بي يساوي 2 نديروا التعويض بنفس الطريقه جي يساوي 0.04 انزلاق يساوي 4% هذا سؤال انا فتنا عليه هذه مره ثالثه ولا رابعه روحوا السؤال اللي بعده سؤال 14 قال لكم احسب ضياع بمفعول جول في الساكن باد جو اخي كاين ثلاث احتمالات ها ديما احتمال دي الاحتمال الاول ار اي مربع احتمال ثاني ار اه... 3 ار اي مربع واحتمال ثالث 3 على 2 ار اي مربع وقتها واش هو الاحتمال الصحيح هو بات جوج سطاطو يساوي 3 على 3 2 ار اي مربع باسكو علاه باسكو علاه قال لي مقاومه مقاسه بين الطور هنا ما يهمني لا ربط نجمي لا مثلثي ن... نعوضو ونحسبو تساوي 3 على 2 ار اي مربع تيرقدها مدولي 7 امبير تولي 7 مربع بات جوج سطاطو يساوي 147 واط اوكي سؤال ولا بسيط كلاسيكي سؤالي اللي بعده أه قالكم احسب الضيعه بمفعول جول في الدوار خي عرفنا ضيعه بمفعول جول في الدوار بير جول روطر وش يساوي يساوي الانزلاق في الاستطاعه المنقولة الى الدوار ها آه. بهذا الشكل صحيحة نزيد من عاد خرج الحاصله الطاقويه بنفس الطريقه ها آه. وراه بير جول وش آه. يخصنا انزلاق حسبناه بويسوس تونس فادور روطر وش تساوي جمع ها هذا الازرق وش يساوي بي تي ار وش يساوي يساوي بي ا آه ناقص بي جو ستاتور ما ناقص بي فا ستاتور صحيحه ولا ماشي صحيحه هكذا واش مازال يخصنا جي عندنا بي جو ستاتور حسبناها بي فا ستاتور عطاها لنا واش بقاتنا بي ا آه بي ابسورب يا جماعه كيف نحسبوها خي تساوي جذر ثلاثه في الجهد المركب في التيار خط في كوز في نحسبوا تساوي جهد المركب خي عطاه هنا 680 تيار 7.1 كوز في نورمال 0.7 والله ما علم ما شفتش على قيمة تاعها بعد ما نحسبوها كدا نلقاوها نلقاوها 3681.44 واط نعوضوها هنا اذا باجو لي سي 0.4 في استطاع الممتاز انا حسبتها ناقص 147 اللي هي باجو سطاطور حسبتها اللي تساوي 3 على 2 ار اي مربع و300 باجو سطاطور هو عطاها لي اذا باد جو روطر واش يساوي؟ 129.38 وا، اسكو كاين سؤال هنايا؟ أسئلة هنايا؟ نكمل؟ راكم تشوفوا ولات شغل أسئلة كلاسيكية روتينية تتعاود. نفسهم تعاودو آية. كل العام. المهم ركزوا أنتم على الحصيلة الطاقوية، الشجرة هذه أفهموها وأحفظوا القوانين تاعها كل شيء يولي ساهل. روحوا بكالوريا 2019 موضوع واحد. 2019. 2019 اعطانا محرك بساط واحد قال لك آه الف اذكر كيف تقرا لفائف المحرك ام اسكو اقرا نجمي ولا مثلثي ب ارسم دارة الاستطاعة هذا المحرك شوفوا معي قبيله اللي سالتني قالت لي استاذ كنت نديروا مكبح شوف هنا في لوحه المواصفه قال لكم ام محرك بساط واحد لا تزامن ثلاثي الطور 220 سلاش 380 اقلاع مباشر وكبح بغياب التيار شتو كبح بغياب التيار وهنا هذا المحرك يدور باتجاه واحد لو كان جاب اتجاهين يكتب لي باتجاهين اوكي روحوا كيف تقرا الملفات الساكن نجميل. جهد الشبكه جهد الشبكه قد عندي 300 جهد الشبكه قد عندي 380 فولت اصبر دقيقه 380 فولت وجهد ل... جهد الشبكه المركب واش يساوي يساوي جهد الاكبر لوحه مواصفات المحرك وجهد الاكبر هو ربط نجمي اذا نوع الاقران اقران نجمي تعليل كما قلنا لان كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط ولا لان الجهد المركب يساوي جهد الاكبر من لوحه المواصفات سؤال رقم 19 دارت الاستطاع دارت الاستطاع نفس اللي درناها قبيله سكسيونير هو كي واحد هذه دارت الاستطاع هي اقلاع محرك اتجاه واحد اقلاع مباشر اتجاه واحد باضافه الى المكبح هكذا آه قبل آه. الاكران حقا شنو شي واحد الاكران الاكران نجمي نجمي اقرا النجمي باسكو ليه جهد المركب هذا يساوي جهد الاكبر في لوحه المواصفات اوكي <applause> الضرك ما تصادفناش مع اقرا مثلثي؟ وقت يكون اقرا مثلثي كيعطيك كي لوحه مواصفات 660 380 يولي جهد الشبكه يساوي هجب. جهد الاصغر للوحه لل المواصفات اوكي استاذ مرات إنه نقوله و... ما تعطينا غير غير نقولوا غير حاجه واحده ويقولنا ما نوع الأقران شي حاجه واحده يعطينا معلومه واحده ما للزوج ما نقارنوش لا 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 في كي يقول لك نوع الاقران أه كاين قادر يعطيك واحد الفكره يقول لك أه يقول لك أه كل ملف من الملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط ما هو نوع الاقران تاع المحرك؟ انا نجمي نقول دائما ما تقولي دا. نجمي بصح كي يقولك كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط ويسكن ما هو نوع الاقران؟ حنا تقولوا الاقران مثلث أي هذه ممكن تجي اوكي كيفك قاعد يجيك في الاقران النجمي كل ملف يتغذى بجهد البسيط والاقران المثلثي كل ملف يتغذى بجهد المركب قاعد ما يعطيكش لوحة مواصفات قاعد يقول هذا المحرك كل وشيعه والله كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط ما هو نوع الاقران؟ هنا واش نقولوا اقران نجمي باسكو هو ملف يتغذى بجهد بسيط 220 فولت وقادر يقول لك كل ملف من ملف ملفات ملف ملف ساكن يتغذى بجهد مركب ما هو نوع الإقران؟ هنا واش هو مثلثي اوكي صبروني دقيقه استاذ هنا كل يقول لنا التعليم هي صح خلاص اضر كي يقول لي اصبر دقيقه اصبر وش قلتوا لي أه واش هو السؤال قلت لك فاش خاطئ هذا اللي قلت لك كتبت هنا تحت يعني في السؤال تاع هذا الباك تاع عشر. ها وش هو السؤال تقول انا يعني اطران نقول لك التعليل ها التعليل ديما هو نفسه ما في حتى فلسفه نه. اوكي أه روحوا اللي بعدها اللي أه بعدها وين وصلنا السؤال أه أه رقم 19 أه دارت الاستطاعة نفس هذاك أه كونتاكتو اسمه كا ام المراحل يسمى شوف هنا المراحل واش سماه لي حراره سماه لي اف واحد نسميه اف واحد ومن بعد نديرو محرك اقرا أه اقلاع نجمي له المكبح باسكو لا قال لي أه ها. ما عرف بالك راه اصلا بالك راه عندي كورونا بالك ايامات ما نكونش معاكم اصلا. روحوا باك 2019 موضوع ثاني هكذا. روحوا باك 2019 موضوع ثاني. واش قال دارت الاستطاعة المحرك ام 2 قال لكم لدينا ثلاث محركات تحمل خصائص التالية. كاين محرك 380/660 واش معناتها؟ 380 جهد مثلثي و660 ربط نجمي خلي كبير نجمي وصغير مثلثي هذا الاول والمحرك الثاني 220 سلاش 680 معناتها 220 مثلثي 680 نجمي والمحرك الثالث 127 سلاش 220 معناتها 127 مثلثي وهذا نجمي هكذا سؤال رقم 13 قال لكم اختر المحرك المناسب من اجل اقلاع نجمي مثلثي مع التعليل جماعه وش معناتها اقلاع نجمي مثلثي؟ وش معناتها؟ انطلاقا من الجمله اش اقلاع نجمي من بعد المثلث معناتها محرّك ينطلق نجمي ومن بعدها مثلثي علاه يعني هذا الاقلاع نجمي مثلثي علاه لانه المحرك التيار لانه في المحرك ديماري يمتص ديماراج والديماراج عالي من بعد كي راحوا لوحه المواصفات اليوم باللي اقلاع نجمي تيار ضعيف على تيار في الاقلاع المثلثي جذر ثلاثه راكم معايا معناته التيار اللي يمتص المحرك في الربط النجمي اكبر من الربط المثلثي باه يتجنبوا هذا المشكل واش لازم يديروا؟ لازم محرك واش لازم يقلعوه؟ لازم يقلعوه نجمي باه ينقصوا في التيار من بعدها كي يقلع يعاودوا يغذوه ربط مثلثي هكذا دركوه. دركو دركو المحرك هذا باش راح يتغذى يتغذى بنجمي ولا مثلثي استقرار تاعه اقلاع نجمي من بعد يولي مثلثي استقرار تاعه في الجهد راح يستقر في الربط نجمي ولا مثلثي انطلاقا من اقلاع نجمي مثلث جاوبوني. بيكون الرقم <تصفيق> مثلثي <تصفيق> مثلثي باسكو يقلع نجمي ومن يتبدل المثلثي، من بعدها يبقى ديما يتغذى بالمثلثي، صح ولا لا؟, لا؟ اقلاع نجمي و إلى بالمثلثي. ما كانش ما كانش اقلاع مثلثي نجمي، ما هذا تحرق المحرك ديريكت، لو كان دير مثلثي نجمي تحرقه ديريكت. اوكي. وش كاين اقلاع غير مباشر كاين اقلاع نجمي مثلثي ولا اقلاع باضافه مقاومات ما ما تقراوش هذا في الجامعه الى اخره أنتوا واش عندكم اقلاع غير مباشر واقلاع مثلث نجمي مثلثي يقلع نجميا ومن بعدها يتبدل مثلثيا صاي من بعدها استاذ لقيت تاف وي تفضلي استاذ لقيت سؤال يقول لك ما هي شروط التكبيل نجمي مثلثي نجمي مثلثي وش هو اهم شرط وش هو لوحة الجهد الشبكة المركب يساوي الجهد الأصغر في لوحة مواصفات المحرك اللي يتحقق لي المثلثي أوكي شرط واش هو جهد الجهد المركب للشبكة يساوي <applause> جهد الأصغر لوحه المواصفات باسكو المحرك كي ديمار من بعدها يستقر في المثلثي أوكي شد الجهد الأصغر للمواصفات <applause> أي لوحة مواصفات تاع المحرك يساوي جهد مركب شبكة هذا كي يقولك لك اقلع نجمي المثلث يا جماعة بركة أوكي شكون شكون المحرك اللي يصلح اقلاع نجمي المثلثي في هذو الثلاثه شكون اللي جهد زوج زوج شوفوا الاول ولا الثاني ولا الثالث زوج انا, أنا لا غوش جهد جو المركب تاع الشبكه تاع قد الاول استاذ أول استاذ الاول تاع 660 في 800 صحيتو جهد المركب تاع الشبكه قداه 680 680 380 ايوا وقتها اقلاع النجم المثلثي يعد جهد الشبكه يساوي جهد الاصغر تاع المثلث اذا شوفوا الاول الاول آه هذا آه يقلع ب 220 ويستقر ب 127 جهد شبكه 380 يتحرك ولا ما يتحركش هذا؟ هذا يتحرك اوكي لا. هذا يقلع ب 380 ومن بعدها جهد المراك يولي مثلث يولي 380 مربوط ب 220 فولت هذا يتحرك ولا ما يتحركش؟ او يستقر يتحرك اذا شكون المناسب اللي هو هذا يقلع ب 660 فولت ما ياثرش فيه باسكو الاقلاع مده زمن اقلاع قصير جدا ومن بعدها يولي مثلثي واش تولي جهد مركب تاع الشبكه واش يساوي جهد جهد ربطة المثلثي اوكي عرفتوا كيف هنا نختاروا الاقلاع المثلث كيف نختاروا ادوا هذه نتيجه تعليل تعليل على الكيما العادي لان لان كل ملف من ملفات ساكن يتغذى بجهد مركب باسكو هو ربطنا مثلثي اوكي والله تقول له لان ل... لان جهد المركب يساوي جهد الاصغر في لوحه المواصفات وهو وهو مثلثي اوكي وهو في حاله استقرار في ربط مثلثي هكذا استاذ يقدر يقول لك اقلاع مثلثي نجمي ما كانش اقلاع مثلثي نجمي ما كانش حنا درنا نجمي مثلثي باسكو نجمي يقلل التيار نرجع شوف راح نرجع لكم واحد الحاجه وتفكروا شوفوا بت... بتا... بتا... تفهموها عليه درنا اقلاع نجمي مثلثي نرجع السؤال الاول خلاص شوفوا السؤال الاول في لوحه المواصفات الاولى نرجع لوحه المواصفات الاولى أوكى وراي لوحه المواصفات هذوك شوفوا لوحة مواصفات الجماعة ها هذه لوحة مواصفات شوفوا اه توتر اه توتر في حاله طرف نجبي 88 شوفوا التيار قدها امتصاص 3 84 شوفوا في الاقلاع في الربط المثلثي التيار قدها 6.65 عليه هذا واش يديروا اقلاع نجمي عليه يديروا اقلاع نجمي بعد مثلثي شوفوا التيار في نجمي واش راكم تلاحظوا شوفوا التيار نجمي بنسبة تيار مثلثي لحظة الليل. الليل نزل نجمي نزل أقل ثلاثي. من مثلثي بنسبة جذر ثلاثة أيوا على هذه إقلاع نجمي مثلثي وما كاش نج... مثلثي نجمي أوكي أوكي باش يتعود نقصوا التيار ما تتلفش الشبكة ما يتحرقوش الخيوط تاع الشبكة أوكي باسكو كل ما يرتفع التيار قضية يسهل السلك الأسلاك تاع الشبكة يقولوا نقصوا التيار بهذه الفكرة طبعاً بعد او يقول لي كمل مثلثي معناته راح يزيد او لا 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 لا, 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 لا نجمي ينقص تيار من بعدها يستقر على مثلثي التيار يولي اسمي يولي محرك يمتص تيار اسمي برك شغل اللحظه برك اللي يديم بها المحرك اللي التيار تاعو يكون كبير لحظه الاولى برك فهمت كيفها يوسفا. يوسف يوسف اه كليماتيزو كي دماري اسكو ضوكي يبقى ديما ناقص ضو كي كي دي ماركي ولا ثلاجة الضوء كي ينقص واحد نص ثاني ينقص شويه برك ومن بعد يعاود يولي برق. يولي تيار اسمي يولي شغل كي ماتيز تمتص اي دي ماراج بعد نص ثانيه تولي تمتص التيار العادي تولي في الشروط العاديه <تصفيق> 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 اوكي <applause> استاذ وي استاذ كون قال لك ما هو المحرك المناسب من اجل اقلاع مباشر هنا كيفاه نديرو اقلاع المباشره اقلاع المباشر لازم جهد المركب يساوي جهدين من هذوك اذا كان يساوي جهد الاكبر ها هو نجمي اذا كان يساوي جهد الاصغر مثلثي عادي نفس الطريقه سم... فهمتوا زميكم ما فهمتوش فهمتوا زميكم اش قال سقصانا على باش من... من اقلاع المباشر اقلاع المباشر نبقاو نفس الطريقه ما يتغير والو هذا بتغذيه وعلى حساب التوترات هذو ايه آه مو تاع واحد المواصفات نورمالمون وين وصلنا هكذا هيا. اتمنى دميل ديزني نفوتوا ليها هي لا لا مزال مزال اختار المحرك المناسب شوفوا الجهد الشبكه 380 فولت وش يساوي يساوي 380 فولت في الربط المثلثي قلنا هذه المحركات نحوسوا على واحد في الجهد في الربط المثلثي يساوي جهد المركب الشبكه هكذا وش لقينا لقينا هذا المحرك الاول اللي يحمل لوحه مواصفات 380 سلاش 660 اذا المحرك الثالث اه الاول هكذا السؤال آه اللي بعده قال لكم احسب سرعه المحرك جماعه سرعه المحرك هي آه ان كيف نحسبوها جماعه ان كيف نحسبوها اخي آه ديما يمد هنا يقولنا 1450 725 مي هذه مرات طلبها منا لازم نحوسوا القانون اللي نلقاو فيه ان شكون اللي فيه ان قانون اللي فيه ان في كاين انزلاء. واحد ناقص جي بي ان اس. هي هذه جي تساوي ان اس ناقص ان على ان اس. كما قلتي واحد ناقص ان على ان اس صحيح. كاين قانون واحد اخر يا جماعه ثاني اللي هو العزم <تصفيق> المفيد. لا أوميجا أستاذ أوميجا. العزم, قادر العزم المفيد يا جماعه قاعد يعطيكم العزم المفيد يقول لك احسب لي سرعة الدوران المحرك خير العزم المفيد واش قلنا؟ سي واش يساوي؟ خير قلنا يساوي <applause> سي. <applause> <سوي تصفيق> <سوي تصفيق> <في استعال> <applause> على أوميجا. يساوي 60 في السطاع المفيده على 2 ان 2 آه بي ان والله على أوميجا. اوكي هذا هذا تخرج منه انا آه. حنا انا عطاني انزلاق ولا ما عطانيش انت تلقى استاذ اوميجا وبعد تستنتج منها يعني أي يعني اوميجا ليها بطرق مو الاخرى هذيك من لا لا اوميجا ما تزيدوش ما تحوسوش على أوميغا نهائيا انا قلت لكم اذا عطاكم سرعه الزاويه حولوها التور على التور بالنسبه دوره هكذا اه تور بالنسبه دقيقه عييت تور سير مينيت، تاقد اه يا كي مينيت. يعطيك مخاوبك احول اه يا معلش دركو هنا اعطانا انزلاق ولا ما اعطاهناش انزلاق اعطاهنا ولا ما اعطاهناش ها انزلاق ها قلنا واش قلنا اختار محرك مناسب من اجل اقلاع نجمي المثلثي اذا كان المحرك مستعمل عدد الأقطاب 2 بي يساوي 4 معناتها بي واش يساوي جماعة بي يساوي 2 2 والانزلاق 4% هنا واش اعطانا مينيت. اعطانا كل شيء يعني نحاول نخرجوا علاقه ان بدلاله الانزلاق والان اس نديو إيه. ال... وي فضلي احنا نخدموا بعدد ازواج الاقطاب هنا ما غير عدد الاقطاب هي نجيبوا جي قالك لك اثنين قلت لك جي نجيبوا البي قال لك اثنين بي يساوي اربعه آه. بي وش يساوي هنا؟ يساوي اثنين اوكي آه. هاوش ها هاوش كتبنا ها ها قال اثنين بي يساوي اربعه اذا بي وش يساوي يا جماعه؟ 2 بي وش يقصدوا بها عدد الاقطاب والبي وش يقصدوا بها عدد ازواج الاقطاب بي وش يساوي هنا يساوي 4 على 2 اذا بي وش يساوي 2 اوكي نكملوا الخدمه تاعنا آه عندي ان اس ناقص ان يساوي جي في ان اس نقلت ان اس الى طرف ثاني المقام نقلته طرف الثاني ولي جداء من بعدها آه ننقل ان اس طرف ثاني تولي ان وش يساوي يساوي ان اس ناقص جي فوا ان اس من بعدها ان وش يساوي؟ يساوي ان اس ما بين قوسين واحد ناقص جي. صحيح جي عندنا ولا ما عندناش؟ هو؟ عندنا هيا واش بقى لي بقى لي ان اس اذا واش نديرو نستنتجو ان اس ان اس كيفاش نستنتجو؟ نستنتجوها بالجدول. اي نستنجوها نستنتجوها بالجدول ها اللي هو تساوي 60 اف على بي. والاف هي لا فريكونس 50 بي عطاها لنا ما عطاها لناش بي؟ 2 بي يساوي 4 آه معناتها بي يساوي 2 اذا ان اس شو يساوي جماعه؟ يساوي 60 في 50 على 2 يساوي 1500 بتعويض في واحد نجد نجد انا وش آه يساوي 1500 في واحد ناقص 0.04 ونلقاوها 1440 تور سير مينيت شتو كيفاه حساب سرعه المحرك كي يقول لك احسب سرعه المحرك ديما ابدا اربطها بالانزلاق اذا ما عطاكش انزلاق تاكد بلي راح يمد لك العزم المفيد متفاهمين عليها فاهمين استاذ اه يوك واش مازلنا اخر سؤال اخر سؤال قالك احسب ضياع بمفعول جول شو هذا؟ واش كتبت هذا انا صبر دقيقه مشيت منا اوكي هكذا ضياع بمفعول جول في الدوار هكذا واش طلب مني قال لي احسب لي بجيار هذه بجيار اجمع واش تساوي سوي الانزلاق في استعاع منقوله الى الدوار هكذا والاستعاع منقوله الى الدواخ عطاها لنا ولا ما لناش عطاها لنا هذه المره تي ار فور جي عطاها لنا عطاها لنا بي تي ار شتو نعطيها لنا هاي ورا هاي ورا اصبر دقيقه أه وين رحت هذا هاي ورا بي تي ار قد عطاها لنا دي زوج مع جماعه, جماعة ديما عدو لونه عدوا لونوا المعطيات شتو بي تي عطاها لنا ولا ما عطاهاش هنايا طهنا 3415 3405 شكون قادر نولي نجي نحسبهم ما نلقاهاش نقول وراه المشكل اوكي اذا بيرجور يساوي جي في استطاعه منقوله الى الدوار ويساوي 0.04 في 3415 ويساوي 136.6 واط هذا و هو طيب قيمه الجي شيوا طيب قيمه الجي اللي عوضناها في الان بناها جي 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 عطاها لنا عطاها انه هو 0.04 عطاها 4% خليناها 4% ونحولناها بالمئة. اولي لازم تقسميها لازم تقسمي بال سموا المعامل 4% لا لا 4% تساوي 0.04 تسمعني 4% 4% واش يوصل لك 4 من 100 معناتها 4 على 100 هكذا اوكي ولقيناها 136.6 واط وهنايا كملنا التمارين الخاصه بالمحركات